طيب، احنا المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن التسويق عن طريق الفيسبوك، وعرفنا ازاي نعمل صفحة على الفيسبوك، عرفنا ازاي نعمل عليها static HTML، كمان عرفنا ازاي نضيف عليها قناة اليوتيوب، وعرفنا ازاي نسوق لصفحتنا وازاي نسوق عموما على الفيسبوك. هل انتوا طبقتوا الكلام اللي انا قلته المحاضرة اللي فاتت؟ ده رابط الموقع بتاع تحميل الصور اللي تقدر من عليه تحمل الصور، وانا النهارده رفعت فيديو بسيط كده بيعرفك ازاي تحمل صورة على موقع صور. تمام، اي اسئلة تاني بخصوص المحاضرة اللي فاتت؟ نبدأ بقى المحاضرة الجديدة، وان شاء الله محاضرتنا النهارده هتكون عن المدونة. هنعرف مع بعض التسويق عن طريق المدونة. الأول يعني إيه مدونة؟ إحنا عندنا في نوعين من المدونات، في مدونة بلوجر اللي هي موجودة على جوجل، دي بيقدمها جوجل، وفي مدونة اللي هي الوورد بريس، دي مش تبع جوجل. فاحنا يفضل ان احنا نعمل مدونة على بلوجر مش وورد بريس، تمام؟ لان جوجل هيقشف المدونة بتاعتك بسرعة، خصوصا ان هي هتكون معمولة عليه. المدونة عليه بتبقى كمان ليها مميزات اكتر من الوورد بريس، بتتقشف بسرعة، وطريقة التعامل معاها كمان سهلة، يعني اسهل من الوورد بريس. طيب، ايه هي المدونه؟ يعني ايه مدونه؟ المدونه هي المكان اللي احنا بنكتب فيه حاجات احنا اللي بندونها. يعني ايه اصلا كلمه تدوين؟ يعني ايه تكون مدون ناجح؟ التدوين هو انه حاجه انت اللي بتكتبها وتنزلها في مكان، المكان ده خاص بالتدوين. هي دي المدونة. المدونة إنها حاجات أنت اللي كاتبها، مش حاجات واخدها من موقع تاني أو حاجات منقولة، لأ، التدوين هو إنه حاجات أنت اللي تكتبها. لازم يكون عندك موهبة الكتابة، حتة السنس بتاع الصحفي. الصحفي دايما بيعرف يكتب مقالات، بيعرف يكتب موضوعات، بيعرف يعبر عن اي حاجة بيتعرض ليها. احنا كمان لازم يكون عندنا الحس ده، الحس الصحفي، انه احنا نعرف نتعلم ازاي نكتب مقالات. الحاجات دي احنا ممكن نتعلمها، مش شرط يكون عندك المهارة. يا جماعة، هو طبعا على المهارة دي جزء مهم جدا، المهارة بيوفر عليك جزء كبير قوي في التدوين، لكن هي لا يشترط ان يكون عندك المهارة، يشترط ان يكون عندك الخبرة. يعني ايه؟ في ناس فعلا عندها مهارة الكتابة او التعبير عن اي حاجة هي عارفاها، في ناس تانية ما عندهاش حتة المهارة او القدرة على التعبير، ان هي تقدر تكتب موضوع تعبير مثلا. يعني ده جزء خاص باللغة العربية، في ناس من صغرها تلاقيها في موضوع التعبير بتجيب درجات عالية، في ناس تانية ما كانتش بتعرف تكتب موضوع التعبير خالص ولا بتعرف تتعامل معاه. طب احنا ازاي بقى نكتب موضوع تعبير؟ هنتعلم بقى على كبر، وهنفهم ازاي نكون مدونين ناجحين، لان المدونة تعتبر زي موقع ليك، بيعبر عنك، بتقدر من خلاله تسوق لنفسك. طيب، احنا هنتعلم مع بعض ازاي ندون، بس احنا عشان نتعلم ازاي ندون ما يشترطش ان احنا يكون عندنا مهارة التدوين قد ما يكون عندنا خبرة عن الشيء اللي احنا بنكتب عنده. يعني ايه؟ المفروض انه الشيء اللي احنا بنكتب عنه يكون عندنا تفاصيل عنه. يعني انا مثلا بكتب في مجال الكورة مثلا، لو حد بيكتب في مجال كرة القدم عايز يكتب اخبار عن مجموعة من اللعيبة، لازم يكون عنده معلومات كافية عن كرة القدم، يعرف الفريق اللي هو بيكتب عنه ده
الفريق ده مثلا انشئ سنة كام، مين افضل اللعيبة اللي كانوا فيه، اشهرهم، اشهر المدربين، المرات اللي حصل فيها على بطولات، الحاجات دي كلها لازم يكون عندنا خلفية بيها. ده لو انت بتكتب في مجال الكورة مثلا، تمام؟ طيب لو انا بكتب في مجال الصحة، يبقى لازم يكون عندي خلفية عن حاجات خاصة بالصحة. يعني ايه؟ لو انا بكتب في مجال الصحة في جزء معين، بكتب مثلا في زي ايه، زي مثلا بكتب في عن التخسيس، يبقى لازم اكون عارفة كل اساليب التخسيس، واكون عارفة اساليب التخسيس الخاصة باشخاص معينة. يعني في مثلا مرضى السكر ليهم وسائل تخسيس معينة، في مرضى الضغط ليهم برضو وسائل تخسيس معينة، في اللي عندهم سمنة مفرطة ليهم وسائل تخسيس معينة، في اللي عندهم سمنة متوسطة ليهم برضو وسائل تخسيس معينة. يبقى أنا لازم يكون عندي فكرة عن كل الوسائل دي عشان أقدر أكتب إيه في مجال التخسيس، ومجال التخسيس ده جزء من الصحة، تمام؟ يبقى إحنا هنا في التدوين بالذات، أو إحنا عشان نعمل مدونة، لازم يكون عندنا فكرة أو خلفية أو بعض الخبرات عن المنتج اللي إحنا بنكتب عنه، أو الشيء اللي إحنا هندونه على المدونة بتاعتنا. طيب المفروض إنه إحنا علشان نعمل مدونة، لازم أول حاجة نتعلمها إنه إحنا نعمل إيميل على جيميل، تمام؟ طيب احنا عشان نعمل ايميل على الجيميل، طب الجيميل دوت المفروض ان هو تابع لايه؟ الجيميل تابع لشركة جوجل، تمام؟ عشان كده انا بقول لكم انه احنا نعمل مدونة على جوجل، ما نعملهاش على الووردبريس، لان كل حاجة خاصة بجوجل هتلاقيها خاصة بالتسويق. جوجل عليه درايف، عليه جيميل، عليه مدونات، عليه طريقة الربح، عليه حاجات، عليه شوبينج، عليه حاجات كتيرة جدا خاصة بيه، عليه كمان الإعلانات اللي ممكن تحطها على المدونة بتاعتك، عليه إعلانات ممكن تسوق بيها للموقع بتاعك أو المدونة بتاعتك. يعني جوجل عليه كل حاجة، شركة كاملة متكاملة، مش محتاج إن أنت تطلع بره منها. طيب احنا عايزين نشوف ازاي نعمل حساب على جيميل. هل حد فيكم عنده حساب على جيميل؟ تمام. طيب بالنسبة للناس اللي عندها حساب على جيميل، عموما بالنسبة لكم الخطوة دي تقريبا مش هتبقى مفيدة، لكن هتبقى مفيدة للناس التانية اللي هي ما عندهاش حساب على جيميل. وانا المرة دي عشان اعمل لكم حساب على جيميل، انا مش هطلع فيديو، انا هشتغل على اللاب على طول، هشغل الشاشة بحيث ان انتوا تشوفوا الخطوات مباشر. هو بس الجهاز هيحمل وهتشوفوا الشاشة حاليا مباشرة علشان تعرفوا ازاي طريقة الجيميل، تمام يا جماعة؟ طيب هنبدأ مع بعض. طيب اوكي، هنبدأ مع بعض دلوقتي نعرف ازاي نعمل اكاونت على جيميل. اول حاجة بنعملها ان احنا ندخل على جوجل، طبعا كلنا عارفين موقع جوجل، اوكي؟ هندخل هنا على جوجل، في عندنا هنا في كلمة جيميل هنلاقيها موجودة في الدرايفرات اللي فوق دي، اوكي؟ هنضغط على كلمة جيميل، تمام؟ احنا لما بنضغط على جيميل بتيجي الصفحة اللي قصادنا دي. المفروض ان احنا لو عندنا اكاونت بندخل هنا اسم اليوزر وتحت الباسورد وبعدين ساين ان. طبعا احنا ما عندناش اكاونت، فبنلاقي فوق هنا المربع الاحمر ده بنلاقي كلمة كرييت ان اكاونت، بنضغط عليه هيجينا الشكل اللي قصادنا ده. هنملأ البيانات اللي موجودة عندنا طبعا بالاسم، هنكتب الاسم، هنا بيتكتب اسم الايميل. طيب
طيب يا جماعة، هنبدأ مع بعض. أول حاجة في المحاضرة وهي إزاي نعمل إيميل على جيميل عشان نقدر نعمل مدونة. طيب أول حاجة هنعملها إن إحنا هنخش على جوجل، تمام؟ طيب إحنا دخلنا على جوجل، المفروض في عندنا هنا كده في الدرايفرات اللي فوق الخاصة بجوجل هنلاقي كلمة اسمها الجيميل. طيب نضغط على كلمة جيميل، المفروض ان هنا على جنب بيكون عندنا حاجتين، اما ساين ان وبنكتب فيها اسم اليوزر والباسورد وبنضغط على كلمة ساين ان، ده لو احنا عندنا اكونت على جيميل. طيب لو احنا مش عندنا اكونت بنلاقي فوق هنا المربع الاحمر ده مكتوب عليه كرييت ان اكونت، بنضغط عليه ونبدأ نعمل الاكونت بتاعنا اللي احنا عايزينه. اول خانة بنكتب فيها الاسم، تاني خانة بنكتب فيها الاسم التاني من اسمنا، تالت خانة بنكتب فيها اسم الايميل اللي احنا عايزين نعمله، تمام؟ احيانا بيظهر لنا انه هنا اللي ظاهر قصادي دلوقتي بيقول لي انه اليوزر نيم اللي انت كتبته هو بالفعل موجود. لو انت عايز تغير اليوزر نيم ده ممكن تختار من الاختيارات اللي هو بيديها لك، هو بيديك تلات اختيارات وبيقول لك اختار منها. لو انت مش عايز تختار من الاختيارات دي تحاول ان انت تجرب اي اسم ايميل تاني. احنا هنختار اول اختيار وبعد كده هنكتب الباسورد، وزي ما قلت يا ريت يا جماعه الباسورد يكون حروف وارقام. كده يا جماعه احنا كتبنا اول حاجه الاسم، الاسم الاول والاسم الثاني، كتبنا اليوزر نيم، اسم الايميل، وعملنا الباسورد، وكررنا الباسورد تاني. الخطوه اللي بعدها اللي هو تاريخ الميلاد، نختار تاريخ الميلاد، تمام. الخطوه اللي بعديها بنختار النوع ذكر او انثى، بعد كده بنكتب رقم التليفون، وبعد ما بنكتب رقم التليفون بنكتب هنا الايميل اللي احنا لو نسينا الباسورد بتاع الايميل بتاعنا على جيميل، ده الايميل اللي اتبعت لنا عليه الباسورد بتاعنا، تمام. يبقى نكتب هنا الايميل. طيب احنا بعد ما بنوافق على الشروط بتاع جوجل وبنوافق انه يعمل لنا جوجل بلس، بنضغط هنا على كلمه نيكست ستيب. طيب هو الخطوات اللي انا قلت عليها هي دي خطوات عمل الايميل، بمجرد ما احنا نعمل الخطوات دي خلاص، وبعد كده بيتبعت لنا على فكره هو اي ايميل على جيميل لازم يتفعل برقم الموبايل، لانه انت ما بتعرفش تعمل اكونت من غير رقم الموبايل، لان الجيميل عامل الخاصيه دي، لان ناس كتير دلوقتي بقت بتعمل مثلا 100 اكونت على جيميل من غير تفعيل بالموبايل وبيبيعوهم، لان طبعا انتوا عارفين انه الاكونتات على جيميل بتستخدم في حاجات كتير جدا مهمه في الشغل، فبقت مطلوبه لدرجه انها بقت بتتباع. يعني دلوقتي ممكن تخش على موقع تلاقي واحد بيقول انا عايز 100 اكونت جيميل يشتريهم وبيدفع فيهم مبلغ، يعني ف 100 اكونت لازم يتفعلوا ب 100 رقم تليفون. فعشان كده جوجل عمل خاصية انه الاكونت يكون متفعل برقم التليفون، تمام؟ طيب احنا عرفنا ازاي نعمل اكونت على جيميل. المفروض عن طريق الاكونت بتاعنا على جيميل بنبدأ نعمل مدونة على جيميل. احنا طبعا اتكلمنا فايه هي المدونة، قلنا ان المدونة هي حاجات بندونها، حاجات شخصية، مش حاجات شخصية لا، حاجات احنا اللي بنكتبها، مش بنجيب حاجات من اي مكان تاني. طيب احنا عشان نعمل مدونة لازم يكون عندنا ايميل على جيميل. احنا عرفنا ازاي نعمل ايميل على جيميل، دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل مدونة. المفروض انه برضو انا عشان اعرفكم ازاي اعمل مدونة لازم افتح الشاشة واتبعوا معايا الخطوات، فمعلش بقى استحملوا انه النت بيبقى ضعيف لما الشاشة بتشتغل، لانه الشاشة بتسحب كتير جدا من النت، ف
فأحيانا الصوت بيفصل، فلما الصوت يفصل يا ريت تبلغوني. هنبدأ مع بعض، ثانية واحدة بس أفعل الشاشة. فإحنا دلوقتي هنبدأ مع بعض نتعلم إزاي نعمل مدونة. هنخش على الجيميل بتاعنا، هنكتب هنا اليوزر والباسورد ونضغط ساين ان. هنا كده في عندنا كلمة مور، كلمة مور دي جنبها سهم صغير، احنا لو ضغطنا على السهم ده بيظهر لنا باقي الحاجات الخاصة بجوجل، يعني كل الحاجات دي موجودة على جوجل، حاجات كتيرة جدا. جوجل مهم جدا لان عليه فعلا حاجات كتير ومفيدة. احنا نختار الحاجات دي كلها كلمة، تمام، نضغط على كلمة بلوجر. كلمة بلوجر بيظهر لنا الجزء الخاص بالمدونات، حتى كمان بتلاقوا هنا الاسم بيتغير خالص، بيشير كلمة جوجل بكلمة بلوجر دوت كوم. فاحنا هنا ده الجزء الخاص بالمدونات. لو انا عندي مدونه موجوده، انا فعلا عندي بالفعل مدونه زلات جروب. احنا عشان ننشئ مدونه جديده في هنا عندنا البند ده مدونه جديده، بنضغط عليه. ونكتب هنا اسم المدونة اللي احنا عايزينها. احنا عشان نختار اسم المدونة لازم نختار اسم مناسب للشيء. بس دلوقتي انتوا سامعيني كويس؟ تمام، استنى في صوت الشاشة. سامعين كويس؟ طب تمام. طيب انا فصلت الشاشة لان انا محتاجة اتكلم معاكم شوية قبل ما ننشئ المدونة. طيب احنا يا جماعة عشان نعمل مدونة لازم، هو انا فصلت الشاشة، انا دلوقتي فصلت الشاشة يا امام. انت ممكن تعمل ريفرش للعرض او الشغل اللي انا حاطاه اللي هو الباور بوينت وهو اللي ظاهر عندك. طيب يا جماعه انا فصلت الشاشه وما كملتش. هو اي موقع ممكن يبقى ليه بلوجر حتى لو مش مناسبه لمميزات الموقع؟ لا، هو مش اي موقع يبقى عليه بلوجر. هو المدونات اللي معروفة بلوجر على جوجل والورد بريس، هم دول اللي معروفين، دول اللي احنا بنستخدمهم، وانا افضل ان احنا نعملها على جوجل لانها افضل في الـ. طيب احنا المفروض انا بتكلم يا جماعه في، انا دلوقتي هشرح لكم المدونه لازم يكون عندنا حاجات عارفينها. ايه هي الحاجات اللي احنا لازم نكون عارفينها؟ لازم نكون محددين المدونه دي بنعملها عن ايه، تمام. الاول حاجه علشان نعرف نعمل مدونه لازم نعرف مفهوم التحليل الربحي للاسواق. يعني ايه مفهوم التحليل الربحي للاسواق؟ دي اول حاجه بنعملها علشان نعمل مدونه تسويقيه. دلوقتي احنا كلنا هنشتغل كمسوقين، يبقى مش عايزين نعمل مدونه وخلاص، لا، احنا عايزين نعمل مدونه نسوق عليها منتجاتنا، نسوق لها، نتخصص في حاجه معينه، تمام. طيب يبقى احنا لازم ندرس السوق. يعني ايه ندرس السوق؟ يعني نعرف
ايه الحاجه اللي احنا هنعملها، ايه المدونه اللي احنا هنعملها. طيب احنا الاول قبل ما نعرف ايه المدونه اللي احنا هنعملها يبقى لازم نعرف انواع المدونات. احنا عندنا اربع انواع من المدونات. عندنا اول نوع من المدونات هو المدونه الخاصه. المدونه الخاصه يعني مدونه خاصه بحد معروف، حد مشهور، زي كده في الدول الاوروبيه والدول الاجنبيه تلاقي المشاهير عاملين مدونات خاصه بيهم وبيبقى عليها اقبال كبير، مدونات بينزلوا عليها اخبارهم، زي مثلا جينيفر لوبيز، سيلين ديو، الناس المعروفه، الممثلين الاجانب، المغنيين الاجانب بيعملوا مدونات بينزلوا عليها اخبارهم. يعني مثلا مغنيه زي سيلين ديو بتنزل اخبارها عن المدونه الخاصه بيها، المدونه دي نظام بتشهر لنفسها. يعني مثلا هي عندها حفله كمان اسبوعين في مكان معين بره البلد بتاعتها، بتروح منزلها على المدونه بتاعتها، اكيد في المدونه بتاعتها منضمين للمدونه بتاعتها، فبيتابعوا اخبارها الناس اللي عايزه تشترك في الحاجات اللي هي عاملاها. في ناس كده بيبقى محبه للفن وبتحب تتابع اخبارهم. فالفنانين الكبار المشهورين في الدول الاجنبيه كل واحد فيهم بيعمل مدونه لنفسه، المدونه دي بيعمل عليها ابديت جديد. تمام، دي المدونات الشخصيه. ما اظنش ان احنا محتاجين نعمل مدونه شخصيه، رغم انه في مدونات شخصيه معروفه جدا، زي مثلا في عندنا مدونه شخصيه لواحد اسمه جون شون، ده عمل ثروه كبيره جدا عن طريق المدونه الشخصيه بتاعته. حتى المدونه دي كان عاملها في مجال هو تاجر، هو قصدي شخصيه معروفه، حب ان هو يعمل نشاط للمدونه الالكترونيه بتاعته. ممكن تعمل سيرش يا عصام على لا هو لينك المدونه نفسه مش عندي، لكن ممكن تعمل سيرش على جوجل هتلاقيه. ده من الشخصيات اللي معروفة جدا، من أشهر الناس اللي كسبوا وجمعوا ملايين من المدونة الشخصية بتاعتهم، اسمه جون شون. ده اسمه، ده من أشهر الشخصيات. في موقع، في برضه مدونة تانية يعني من أهم المدونات العربية بقى، مش أيوة مظبوط، اسمه جون شون. من المدونات العربية تيمو لايف، دي برضه من المدونات اللي جمعت فلوس كتير، وكانت من أشهر المدونات اللي فادت الناس. برضه ممكن تعملوا سيرش عليها. دي كانت مدونات شخصية. المدونات اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي دي مدونات شخصية. هو أنا بتكلم على أشهر المدونات، يعني اللي بيحط اسم المدونة، دي من أشهر المدونات العربية في التدوين. دي برضو كانت مدونة معروفة جدا. وطبعا زي ما قلت لكم ان المدونات الشخصيه دي بيعملها اغلب الممثلين اللي هم بيبقى عندهم حفلات، عندهم ناس عايزه تتابع اخبارهم، عايزين يزودوا شهرتهم، فعايزين يسوقوا لحفلاتهم. الناس دي انا ما بتكلمش على انه سينو لايف نصاب ولا لا، انا بتكلم على ان على مستوى العالم المدونات الشخصية اللي حققت أرباح عالية جدا بالملايين وكانت مشهورة جدا
انا بتكلم اشهر المدونات الشخصيه، ماليش دعوه اذا كانت نصابه ولا مش نصابه، انا بتكلم على اشهر المدونات الشخصيه، انا بتكلم عن اسلوبه في التسويق. ده شخص عرف يسوق لنفسه ويحقق ملايين من مدونه، مدونه عملها مجانيه ما تسواش شيء، حقق منها ملايين. انا بتكلم على اسلوب التسويق هنا، ده نوع من انواع المدونات الشخصيه، مدونه جون شو ومدونه سيمو لايف على مستوى العرب، دي اشهر المدونات. سيمو لايف اشهر المدونات الشخصيه اللي كانت محققه مستوى عالي جدا شخصيا. من اشهر المدونات الشخصيه على مستوى الاجانب مدونه جون شو. تمام. طيب احنا دلوقتي المدونه الشخصيه، احنا ما بنتكلمش على ايه هنعمل المدونه الشخصيه. في عندنا برضو نوع تاني من المدونات، نوع المدونات محددة المجال. يعني ايه مدونة محددة المجال؟ المدونة اللي بيكون ليها مجال معين بتتكلم فيه. يعني مثلا هناخد مثال، المدونة دي اللي هي مدونة محددة المجال، اللي هي اسمها النيش بلوج. كلمة نيش، نيش دي عبارة عن تخصص، مدونة مخصصة. النيش اللي هي مدونة مخصصة. النيش بلوج هي ايه؟ هي نوع من انواع المدونات الربحية اكثر انتشارا بين المسوقين. يعني دي من اكثر المدونات اللي بيستخدمها المسوقين. ليه؟ لانها بتعتمد ببساطه على اختبار السوق الربحي. لانها بنقدر نحدد موضوع واحد بنكتب فيه مجموعه من المقالات. طيب احنا هنا ممكن نتكلم على المثل اللي ظاهر قصادنا في الشاشه. احنا ظاهر قصادنا المثل مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه مثلا ان احنا لو عندنا مجال الكمبيوتر، مثلا لو حد عايز يعمل مدونه في مجال الكمبيوتر، مجال الكمبيوتر فيه اكتر من تخصص. مجال الكمبيوتر ده اللي هو المجال الواسع، المجال العام. لا، احنا عايزين نعمل النيتش بلوج او النيتش سايت، اللي هو المواقع التخصصيه في حاجه معينه. احنا دلوقتي عشان نتخصص يبقى لازم نحلل السوق بتاعنا. احنا دلوقتي يا جماعه بنتكلم على النوع الثاني من المدونات، قلنا النوع الشخصي، دلوقتي الثاني هو النوع الخاص بالمدونه المحدده المجال اللي هي النيتش بلوج. احنا مثلا لو اخترنا مجال الكمبيوتر، ده المجال الواسع. تمام. طيب مجال الكمبيوتر ده فيه اكتر من حاجه. في مثلا الكمبيوتر هاردوير، سوق من اسواق المجال. تمام. طيب برضه عشان نتخصص اكتر، في الانتل بروسيسور. الانتل بروسيسور ده جزء، ده فيه تخصص اكتر. طيب الانتل بروسيسور في انواع معينه. احنا الانواع المعينه دي اللي هي المجال الاكثر تعمقا، احنا ممكن نختار اي نوع. مثلا اللي هو في عندنا الانتل بروسيسور اي 3، ده تخصص معين اللي هو ميني تنسنس اي 3، ده نوع خاص بالانتل بروسيسور، ده نوع معين. ده بقى المجال الاكثر تعمقا اللي هو بعدين مفيش مجال تاني، يعني مفيش تخصص تاني في الانتل غير التخصص ده. يعني ما ينسدلش منه مجال تاني. تمام؟ يبقى احنا هنا بنتخصص. طيب لو احنا عايزين نعمل مدونة بتتكلم عن الكمبيوتر، احنا بنشتغل في مجال الكمبيوتر. والكمبيوتر فيه جزء منه اللي هو طبعا في منه اسواق كتير، في الهاردوير والسوفت وير، دول مجالين خارجين من الكمبيوتر.
طب احنا لو قلنا هنتخصص في الهاردوير يبقى احنا اتخصصنا في مجال معين، طب لو عايزين نزيد المجال ده تخصص يبقى هنتخصص في الانتل بروسيسور. تمام، هنا كده احنا تخصصنا في الانتل بروسيسور يبقى هو ده النيش بتاعنا، ده التخصص بتاعنا اللي احنا هنعمل عليه المقالات بتاعتنا، المقالات التسويقية او المقالات الاعلانية اللي احنا هنعملها للمدونة بتاعتنا. تمام، طيب في حاجة كمان، المدونة التالتة بقى او النوع التالت هو انك تتخصص في موضوع واحد. يعني ايه موضوع واحد؟ المدونة اللي هي ذات الموضوع الواحد، انت تتخصص في حاجة واحدة بس تكتب عنها مقالات. المدونات دي اللي هي متخصصة في حاجة واحدة بس أنا بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن عنوان واحد بس بيعبر عن موضوع واحد بس، شيء عليه مجموعة من المقالات. المقالات دي بتبقى متحددة بحد أدنى 3 مقالات في المدونة وبحد أقصى 10 مقالات في المدونة. دي مدونة محدودة جدا بتتطلب حاجات معينة، بتتكلم عن حاجة معينة، حاجة بعينها يعني. طيب لو احنا دي اسمها الانجليش اسمها ميكرو نيتش بلوج، دي الميكرو نيتش بلوج. انما احنا اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي قصدنا في مفهوم التحليل الربحي اللي هي مدونة محددة المجال اللي هي النيتش بلوج. تمام، احنا دلوقتي عرفنا النيتش بلوج. النيتش بلوج هو ان احنا نتخصص في مجال معين. تمام، طيب تعالوا نعرف الميكرو نيتش بلوج. هنا مثلا ده مثال تاني بس احنا هنطبقه على الميكرو نيتش بلوج اللي هي المدونة ذات الموضوع الواحد. طيب المدونة دي لو مثلا بنتكلم عن الصحة، هيلث، لو احنا بنتكلم عن الصحة احنا عندنا في الصحة في مجالات كتير. لو اخدنا مثلا يبقى الصحة هي المجال الواسع، هي الدائرة الكبيرة اللي فيها كل حاجة. لو احنا تخصصنا في حاجة معينة اخدنا سوق، تمام، لو اخدنا سوق من اسواق المجال ناخد مثلا السوق المهم جدا والاكثر انتشارا هو الفات لوست. الفات لوست اللي هو مجال التخسيس. تمام، يبقى احنا في الصحه. طيب اخدنا الفات لوست اللي هو التخسيس بصفه عامه اللي هو السمنه، السمنه نفسها، بنتكلم عن السمنه نفسها او. تمام، طيب لو احنا اخذنا مجال اكتر اللي هو الدايت بلان اللي هي خطة التخسيس. تمام، طيب خطة التخسيس احنا زي ما كنا بنتكلم من شوية قلنا ان التخسيس في اكتر من مجال، في اكتر من موضوع، في تخسيس خاص بالمرضى، مرضى السكر، تخسيس خاص بمرضى الضغط، تخسيس خاص بمرضى الكبد، تخصيص خاص بالناس اللي عندها سمنة مفرطة، تخصيص خاص بالناس اللي عندها سمنة متوسطة. ده تخصص أقصر تعمقا، إنه أنت تتخصص في مجال تخصيص معين. طيب إحنا هنتخصص في مجال تخصيص مهم جدا وأكثر انتشارا بالنسبة للمجالات وهو البريفرنس بيت بلانس اللي هي خطة التخصيص للحوامل. على مستوى العالم خطة التخصيص الحوامل ده الموضوع الأكثر انتشارا، الأكثر بحثا، اللي الناس دايما بتبحث عنه على النت علشان تقرأ فيه. فهنا لو احنا بنعمل مدونة خاصة، المدونة الخاصة اللي هي خاصة بموضوع واحد يبقى عنوان الموضوع أو عنوان المدونة هيبقى ايه؟ هيبقى مجال خط التخصيص الحوامل، ده المجال اللي احنا هنتخصص فيه. تمام؟ يبقى احنا ده اسم المدونة، خلاص هي المدونة متخصصة في حاجة معينة. طيب
الموضوعات بقى، الموضوعات الخاصة بالمدونة، المدونات اللي هي ذات الموضوع الواحد أو ذات العنوان الواحد، يبقى كل الموضوعات اللي بتبقى فيها بتتكلم عن الموضوع ده. يعني هي عادة المدونات دي بتكون الحد الأدنى للمقالات 3 مقالات، والحد الأقصى 10 مقالات. التحديث يا جماعة في المقالات دي، دي المدونة الثالثة اللي أنا بتكلم فيها، دي المدونة الثالثة. التحديث في المقالات دي بيبقى تحديث في المقالة نفسها، ما ينفعش تضيف أكتر 10 مقالات، لأن المدونة مسموح فيها ب10 مقالات بس، من 3 ل10 في الموضوع. تمام؟ التحديث بيبقى في المقالات نفسها. ممكن تحدث خلاص نزل مقالة جديدة، تلغي القديمة وتبقى جديدة. هنعرف ازاي نحدث في المقالات على المدونة دلوقتي بعد ما نعملها. احنا اخترنا موضوع اتخصصنا فيه، يبقى احنا نعمل سيرش عنه ونعرف كل حاجة فيه. طيب احنا قلنا انه المقالات لازم تكون من 3 ل10 مقالات كحد اقصى، ده اللي هو مجال التخصص. لا انا ما قلتش ان المدونة رقم 3 افضل من، بالعكس، المدونة رقم 3 دي متخصصة في حاجة معينة، واحنا كمسوقين مش عايزين التخصص، احنا كمسوقين محتاجين نضاع المدونات اللي هو المدونات العامة. المدونة العامة دي أفضل أنواع المدونات بالنسبة للمصورين. إحنا لو اتكلمنا في المدونات اللي إحنا قلناها دلوقتي الشخصية، المدونة الخاصة بمجال معين اللي هي النيتش بوك، المدونة الخاصة بموضوع معين، موضوع واحد، مدونة الموضوع الواحد اللي هي الميكرو نيتش بلوك. المدونة الرابعة بقى اللي هي مدونات العامة. تمام؟ المدونات العامة هنتكلم فيها عن انه هو، يا ريت يا جماعة نركز شوية، أنا قلت الـ3 أنواع وبقول الرابعة. قلت المدونة الشخصية، وبعدين قلت النيتش بلوك المدونة اللي هي الخاصة بالمجال الواحد، وبعدين قلت المدونة الميكرو نيتش بلوك المدونة الخاصة بالموضوع الواحد، ودلوقتي بتكلم في المدونات العامة. اللي بيقول لي احنا اخدنا نوعين مش 3، انا مش مسترحانة وانا بشرح، انا واخدة بالي انا بقول ايه. تمام؟ احنا دلوقتي بنتكلم على المدونات العامة. المدونات العامة من وجهة نظر الشخصية هي افضلهم، ودي اكتر المدونات اللي انا برشحها انها تكون افضل ان احنا نعملها، ان احنا نعمل المدونة العامة. بنقدر نكتب فيها عن كل حاجة. يعني مثلا انا بسوق لشركات، شركات مختلفة المجالات، شركة عقارات، شركة سياحة، شركة أجهزة، بسوق لأكاديميات، أكاديميات بتدرس كورسات إنجليش، تي أو تي، كورسات هندسية، كورسات محاسبية. هل أنا بقى كل حاجة بسوق لها وأعمل لها مدونة خاصة بيها؟ أنا كده هعرف نفسي، يبقى أعمل إيه؟ أعمل مدونة عامة. مدونة عامة تلمني كل الحاجات اللي انا بشتغل فيها. لو انتوا شفتوا المدونه اللي انا عاملاها، هتلاقوا المدونه دي فيها اقسام كلها مختلفه عن بعضها. يعني مثلا قسم خاص باكاديميه بتدرس مجموعه من الكورسات، قسم خاص بشركه بتقدم مجموعه من البرامج، قسم خاص بمجموعه شركات مثلا ما بتقدمش غير خدمه واحده، فانا عامله قسم خاص لمجموعه الشركات. مثلا اكاديميات ما بتدرسش غير نوع بس من الكورسات، فعامله قسم خاص للكورسات. يبقى انا كده المدونه بتاعتي فيها كل حاجه. يبقى اعمل مدونه عامه يكون فيها كل حاجه، وده من افضل
انواع المدونات اللي احنا ممكن نعملها. تمام، يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نختار اسم المدونه ونختار كمان نوع المدونه. طيب احنا علشان بقى نختار اسم لازم زي ما قلت في الاول اللي هو التحليل الربحي للمدونات. يعني ايه التحليل الربحي للمدونات؟ يعني احنا عشان نعمل مدونه خاصه بينا لازم نعرف من اسم المدونه، هل المدونه دي او نشاطها، هل المدونه دي هتخش علينا بارباح ولا لا، هيكون عائد مادي ولا لا. يبقى احنا لازم نختبر السوق. طب ازاي نختبر السوق؟ في عندنا طريقتين، اما عن طريق موهبتي او خبرتي في احد المجالات. يعني انا مثلا دلوقتي لما اتكلمت في مجالين، في مجال الصحه والكمبيوتر، لو انا عندي خبره او موهبه في مجال الصحه او الكمبيوتر، يبقى انا من خلال خبرتي في المجال ده هفهم ايه اكتر مجال انا ممكن اتخصص فيه. تمام، ايه اكتر مجال انا ممكن اسوق له؟ لو انا دلوقتي عايزه اسوق لمنتج معين، عايزه اعمل المدونه متخصصه في حاجه معينه، يبقى انا اشوف ايه اكتر مجال اقدر اتخصص فيه. ده عن طريق خبرتي في المجال، عن طريق موهبتي فيه. تمام، طيب لو انا ما عنديش خبره وما عنديش الموهبه الكافيه اللي تخليني اقدر اقيم منتج معين واعمله مدونه، يبقى اعتمد في الحاجه التانيه بقى على المواقع. يعني ايه على المواقع؟ بنعتمد على مواقع البحث في المجال الاكثر انتشارا والاكثر طلبا في الاسواق. يعني انا لما اديتكم مثالين دلوقتي عن الكمبيوتر والصحه، ده ما كانش مثال افتراضي وما كانش مثال بناء على خبرتي فقط، لان انا برضو مش تخصص الكمبيوتر ولا تخصص الصحه. انا اديتكم مثال بناء على يعني ايه البحث. يعني انا عملت بحث في مجموعه من المواقع اللي بتختبر السوق وبتختار الاسواق الاكثر انتشارا او المنتجات اللي احنا نقدر نشتغل فيها، ومن خلالها قدرت اعرف انه في الكمبيوتر ايه المجال الاكثر انتشارا، في الصحه ايه المجال الاكثر انتشارا. طيب احنا مثلا المفروض هنعمل بحث ازاي؟ البحث بيكون عن طريق الكلمات المفتاحية للموقع أو المدونة اللي احنا بنعملها. يعني ايه الكلمات المفتاحية؟ احنا لازم برضو نفهم شوية حاجات كده قبل ما نعمل المدونة، لأن المدونة مينفعش نعمل المدونة وخلاص. يعني ايه الكلمات المفتاحية؟ يعني ايه الكلمات اللي هتبقى موجودة في المدونة والناس هتعمل بحث بيها؟ احنا هنبسط الموضوع شوية. انا مثلا كشخص داخل على جوجل بيعمل بحث عن الصحة مثلا، حاجة خاصة بالصحة، انا كبنت هخش ادور على ايه؟ على الجين مثلا. هكتب ايه؟ هكتب ايه؟ صح؟ خش اكتب ريجيم. لو انا مثلا عايزة ريجيم اللي هو بتاع الحفلات، اللي هو مثلا في بنات بتستخدم ريجيم الحفلات اللي هو ريجيم يخسسك خلال اسبوع قبل الحفلة مثلا او قبل فرح. البنات بتحب تخس قبل الافراح كده باسبوع او اسبوعين. في ريجيم اسمه ريجيم الحفلات، ممكن ادخل اكتب كلمة ريجيم حفلات او ريجيم المناسبات. تمام، دي كلمات مفتاحية، دي كلمات اللي الناس بتعمل بحث بيها. اهو انا بدور على الكلمات دي، بشوف انهي كلمات الناس بتعمل بيها بحث اكتر. الناس بتعمل بحث بكلمة ريجيم بس ولا بتعمل بحث بكلمة ريجيم مناسبات؟
اكيد كلمه رجيم بس، يعني من وجهه نظرنا الشخصيه اكيد كلمه رجيم بس هي اللي بتاخد نسبه اعلى. تمام. طيب يبقى احنا ازاي هنعرف النسبه دي؟ ما احنا برضه مش هنعتمد على ثقافتنا الشخصيه، ما هو انا ممكن تكون ثقافتي باللي انا شايفاه قصادي مش باللي بيحصل على النت عموما. يعني مثلا لما احنا هنا في مصر بنقول اقطاده معروفه في مصر وليها مشجعين ومتابعين هي كره القدم. طيب في دول ثانيه، لو احنا نتكلم بقى عايزين نعمل بحث على جوجل، في دول ثانيه افضل اللعب عندها او الرياضات عندها هي كره البيسبول، دي من افضل الرياضات اللي هي بتتابعها الناس. طبعا دي مش موجوده عندنا او معدومه تماما، ف انا ما اقدرش اقيم بتقييم الشخصي. اعتمد بقى على المواقع، ايه هي المواقع اللي من خلالها اقدر اقيم الكلمه المفتاحيه واعرف المجال الاكثر استخداما في السوق. ازاي اختبر السوق العام اللي على اساسه بيتم تحليل الأسواق الفرعية وصولا للكلمة المفتاحية احنا هنبني عليها الموقع أو المدونة، والجزء ده ينطبق على المدونات والمواقع. يعني لو حد عايز يعمل موقع أو مدونة لازم يمشي على الجزء ده، يختبر المجال الربحي للمدونة أو الموقع اللي بيعملها الأول، ما يعملش موقع أو مدونة كده وخلاص. كتير جدا بيدخل يعمل مدونة وسهل خالص ان هو يعمل مدونة لو مشي ورا الخطوات بتاعة المدونة، لكن هل المدونة دي جوجل هيظهرها له في الصفحة الأولى؟ هل المدونة دي لما الناس تعمل بحث هتظهر معاهم في البحث؟ هل المدونة دي بتقدم المنتجات اللي الناس عايزاها؟ ولا أنا بعمل المدونة دي ليه؟ طيب يبقى احنا لازم نعمل المدونة على أسس سليمة علشان جوجل يقدر يختارها في محركات البحث. وإحنا قلنا قبل كده في محاضرات سابقة إن جوجل هو ملك أدلة البحث، يعني لو جوجل قال للمدونة بتاعتك إنها تظهر في محركات البحث الأولى، يبقى كده كل محركات البحث هتظهرها في محركات البحث الأولى في الصفحات الأولى الخاصة بها. طيب احنا علشان نعرف نجيب الكلمه المفتاحيه اللي هنبني عليها المدونه او الموقع بتاعنا، يبقى لازم نعمل حاجه معينه او ندخل على مواقع معينه نجيب منها الكلمه المفتاحيه. من ضمن المواقع دي عندنا في موقع اسمه جوجل تريدل، هكتب لكم اسم الموقع، بس انا هقول المواقع الاول وبعد كده هبقى اكتبها لكم. في عندنا موقع جوجل ترندز، في عندنا موقع تاني اسمه 43 سينجز، في موقع كمان اسمه اي بوكس، ده من ضمن المواقع. في موقع عندنا كمان اسمه All You Can Read، في موقع كمان اسمه مجازين كوست، هو أنا هكتبه أسامي المواقع دلوقتي، ثانية واحدة. دي أسماء المواقع اللي أنا قلتها يا جماعة، المواقع دي تفيدنا في عمل أي مدونة. تمام، في عندنا الموقع الأولاني جوجل ترندز، في موقع 43 سينجز، في موقع إيبو،
في موقع All You Can Read، في موقع ماجازين كوست. المواقع دي بندخل عليها اسم النشاط اللي احنا عايزين نسوقه، تمام؟ ممكن تطبقوا على اي حاجة انتوا عايزين تسوقوا لها، بتدخلوا الكلمة اللي انتوا عايزين تسوقوا لها او المنتج اللي انتوا عايزين تسوقوا له، وبتدخلوا الصيغة ليه باكتر من شكل. يعني مثلا احنا قلنا في مجال الصحة، قلنا اللي هو الفات لوست، الدايت، وفي دايت الحوامل. احنا لو عملنا سيرش بالكلمات دي في المواقع اللي انا قلت لكم عليها، هنعرف اي مجال فيهم محقق نسبة بحث اعلى، وبكده هنقدر نختار النيتش التسويقي بتاع الموقع بتاعنا او المدونة بتاعتنا. وطبعا بعد ما نجمع مجموعة الكلمات المفتاحية الخاصة بالموقع بتاعنا عشان نوصل للنيتش بتاعنا يكون نيتش قوي او تخصص قوي، نقدر نستخدم الكلمات دي. لا يا إيمان، طيب هو انا ما بقولش نعمل بحث يا جماعه عن الصحه نفسها، هو انا قصدي ايه، انت دلوقتي عايز تشتغل في مجال معين، تمام؟ عايز تشوف المجال اللي انت هتشتغل فيه ده المنافسه بتاعته بالنسبه لك هتكون قويه ولا لا. ايه الكلمات اللي انت بتستخدمها في الموقع بتاعك عشان تظهر في الصفحه الاولى؟ ايه الكلمات اللي الناس بتبحث عنها باكبر عدد؟ المثالين اللي انا قلتهم دلوقتي، هعمل مدونه متخصصه في شيء، والكلام ده على فكره ينطبق على الموقع اكتر من انه ينطبق على المدونات. ازاي؟ لو انا متخصص في شيء معين، طبعا المواقع تخصصيه دايما، يعني في موقع بيبقى خاص بالتصميم وتصميم المواقع، في مواقع خاصة بالتسويق، شركات تسويق إلكترونية بتقدم خدمات تسويق إلكترونية. طيب الصوت كده كويس يا نو؟ تمام. احنا قلنا انه في انا دلوقتي المواقع اللي انا اديتها لكم هي تحليل للكلمات اللي الناس بتبحث بيها. يعني ايه تحليل للكلمات؟ يعني انت علشان تختار اسم الموقع بتاعك الناس تقدر تعمل سيرش ويظهر في الاول، يبقى لازم تختار اسم الموقع مرتبط بالمنتج بتاعك. يبقى انت علشان تحلل السوق وتختار الكلمات اللي بتعمل ربحية، يبقى انت بتدخل اسم المجال بتاعه. يعني مثلا زي ما قلت احنا في مجال الصحة بنشوف نسبتها ايه، هو بيديك الحاجة نسبة المشاهدة عليها ايه او نسبة المتابعة عليها ايه. يعني مثلا احنا قلنا الدايت بلان لو احنا عملنا سيرش عنها هنلاقي مثلا نسبة المتابعة عليها محلية، المتابعة عليها عالمية، فتعرف الدايت بلان لو احنا مثلا مجال الدعاية والإعلان، نورهان بتقول مجال الدعاية والإعلان، لا هو أنا يا جماعة مش بختار لكم المجال اللي انت هتتخصصوا فيه، الشخص عايز يتخصص في مجال يبقى يعرف هو المجال ده ازاي من خلال المواقع اللي انا اديتها لكم. انت بتدخل المجال اللي عايز تتخصص فيه، الكلمات الخاصه بالمجال ده، وتشوفها نسبه البحث عليها قد ايه. تمام، هذا اللي انا اقصده يا جماعه، اللي انا اقصده ان احنا عايزين نتخصص في مجال معين، يبقى نشوف الكلمات في المجال ده اللي الناس بتعمل عليها بحث اكتر.
علشان نقدر نستفيد منها، علشان نحطها في الموقع بتاعنا وتفيدنا وتخلي الموقع بتاعنا يظهر في السيرش. ده اسمه التحليل الربحي للسوق، ده تحليل السوق الربحي. تمام؟ في اي مشكلة بالنسبة للتحليل الربحي ده؟ اتخطى الموضوع ده خلاص. طيب تمام. طبعا انتوا المواقع معاكم المفروض انه انتوا تعملوا سيرش عليها وتشوفوا الحاجة اللي هتقدروا تعملوا بيها المدونة بتاعتكم. عصام بيقول لي انا قصدي مثلا انا عايز اتخصص في مجال مش مجالي بس عايز اكتب فيه، ازاي اقدر احدده بالظبط لو لقيت عليه بحث كتير قوي؟ طبعا هو مظبوط كده يا عصام، هو الفكره انه انت مجال مش عارفه، مش عارف نتايجه ايه، البحث عليه بيبقى ازاي. اكتب اسم المجال في المواقع اللي انا اديتها لك وهيطلع لك نسبة البحث عليه. المجالات اللي بيبقى عليها نسبة بحث كبيرة هي دي المجالات المربحة. بس كده، هو ده اللي أنا أقصده. ما بتبقاش بكثرة المواقع، المنافسة يا جماعة في المجال بتبقى بإتقان المجال نفسه. أنا دلوقتي لو في طبيعي إنه يكون أي منتج عليه منافسين كتير جدا على النت، لأن دلوقتي على النت ممكن يعني البحث، أي بحث، إحنا لو دخلنا على جوجل وكتبنا أي كلمة بسيطة بنلاقي في البحث فوق 100,000 نتيجة. المهم الصفحات الأولى اللي بيظهر في الصفحة الأولى عامة، إحنا عامة في الإحصائية بتقول إنه الأشخاص بيدوروا في أول 10 نتائج بحث، من اول 10 نتائج ل 20 نتيجه، يعني في الصفحتين الاولانيين، غير كده ما بيبصوش. فاحنا نهتم انه الموقع بتاعنا يكون في الصفحات الاولى، وعشان يكون في الصفحات الاولى لازم تهتم باسم الموقع كويس. ده طبعا هنتكلم عليه في الـ SEO بالمدونات. طيب احنا كده عرفنا ازاي نحلل السوق بتاعنا. طب ازاي نعمل مدونه دي تكون مستوفيه لكل الشروط، تكون مدونه ذهبيه بالنسبه لنا، المدونه اللي نقدر بيها نحقق ارباح، نقدر بيها ننافس السوق، حتى ننافس المواقع مش ننافس المدونات بس. انا بشوف مدونات بتظهر في الصفحة الأولى، يعني بالذات المدونات الخاصة بجوجل بتظهر في الصفحة الأولى، لأنها تنطبق عليها كل شروط جوجل للبحث. إيه هي بقى الشروط دي؟ هنعرف مع بعض دلوقتي إزاي الأول نعمل مدونة، وبعد كده هنتكلم. أنا هفتح الشاشة علشان تشوفوا ازاي طريقة عمل. انتوا تفضلوا تشوفوها اونلاين ولا تحبوا ان انا بسجلها فيديو وتشوفوها المحاضرة الجاية؟ ها تمام. اوكي، يبقى احنا هنبداها اونلاين وهسجلها فيديو برضه. طيب يا جماعه، احنا هنشوف مع بعض طريقه عمل المدونه، بس احنا عشان نعمل مدونه يبقى لازم المدونة
زي ما قلنا يشترط ان احنا نختار ليها اسم معين، اسم يكون عليه البحث كبير. طيب انا هشغل الشاشة دلوقتي عشان نبدأ نعمل المدونة. طيب يا جماعة، احنا كنا قلنا ازاي نعمل مدونة، وقفنا هنا كده على كلمة مدونة جديدة، طبعا فتحناها كلمة مزيد او كلمة مور في السيرش بالانجلش، واخترنا كلمة بلوجر، وبعد ما ضغطنا على كلمة بلوجر ظهرت لنا الصفحة اللي قصادنا. المفروض انه احنا بنضغط على كلمة مدونة جديدة، هنضغط هنا على كلمة مدونة جديدة، بيظهر لنا اسم المدونة. طيب اسم المدونة احنا مثلا ممكن نعمله خاص بحاجة معينة عاملة في البحث، عاملة في البحث في محركات البحث نسبة عالية جدا في محركات البحث. طيب هو بيقول لك هنا العنوان ده الامتداد بتاع الاسم المدونة، هتلاقيها هي بلوج سبوت دوت. تمام، الصوت شغال كويس؟ مش شغال. اقول تاني ازاي نجيب الصفحه دي يا جماعه. احنا لو دخلنا كده على جوجل، من جوجل، اوكي، في جوجل هنا هنلاقي كلمة مور، بنضغط على السهم اللي جنبها هتظهر لنا كلمة بلوجر، بنضغط على كلمة. طيب احنا بنضغط حين الجيميل بتاعنا يا جماعة، طبعا احنا بعد ما بنعمل جيميل وعن طريقه بندخل على بلوجر، ما ينفعش ان احنا لو باعتين جيميل ونفتح جوجل كده وهنلاقي بلوجر اول ما بنفتح يكون عندنا جيميل. تمام؟ طيب كنا على بنضغط على كلمة مدونة جديدة، نكتب هنا اسم المدونة اونلاين كورسز. تمام؟ وهنا هو بيديك العنوان بتاعها اللي هي blogspot.com، اللي بيبقى onlinecourses.com. هنا بنختار القالب بتاع المدونة، طبعا بنختار اي قالب يعجبنا، مفيش اي مشكلة، وفي طبعا قوالب ممكن نرفعها، فاحنا هنختار طريقة عرض ده، وبعد كده نضغط انشاء مدونة. هو تقريبا يا جماعة في مشكلة في الموقع، عندي زرار انشاء مدونة ما بيضغطش، مش عارفة ايه المشكلة. طب انا هقفل الاكونت ده وافتح اكونت تاني، ممكن يكون فيه مشكلة.
هنفتح الاكونت بتاعنا. بس الاكونت بيحمل. لا اسم النموذج مش فاضي، هو انا كنت كاتباه. طيب هو طبعا لان هنا الاكونت التاني ده مش عليه اي مدونات خالص، فبتلاقوا الصفحة دي هي دي اللي بتظهر لكم كلكم لو انتوا لسه مشتركين جداد فيه. إلا مرحبا بك في بلوجر، وده تأكيد الملف الشخصي بيديك بياناتك، وبعد كده متابعة إلى بلوجر. بنضغط على كلمة متابعة لبلوجر هيدخلنا على الصفحة اللي احنا كنا فيها. هي الصفحة فاضية، دي الصفحة اللي بتظهر لكم، اللي من خلالها بنقدر نعمل مدونة. هنضغط هنا على كلمة مدونة جديدة، تمام، وهنكتب هنا اسم النموذج أونلاين كورسز. وطبعا ده العنوان بتاع النموذج هو مكتوب. ونختار الآلة. هو المفروض انه العنوان ده يكون شغال، بس هو تقريبا في مشكلة في انشاء المدونة، لانه الزرار بتاع انشاء مش ظاهر ومش شغال. طيب يا جماعة معلش احنا مش هنقدر نكملها كده، ممكن انا اسجلها لما يكون الموقع شغال، لانه في مشكلة في الانشاء. ممكن اسجلها لما يكون الموقع شغال واعيدها لكم تاني المحاضرة الجاية. انت جربت يا احمد؟ ما هو مش مديني انه الاسم متاح او مش متاح. انا كتبت العنوان يا جماعه. ما هو ال العنوان اللي كتبته مش هو مكتوب اصلا. ما هو مكتوب المفروض انه بيتمسح ويتكتب تاني، ويتكتب لو انا عايزه اكتب حاجة تانية. ما هو مكتوب مش متاح لان الاولاني مش عايز يتحذف. علشان في اتنين مكتوبين زي بعض يا جماعة. هو عامة أنا هشوف المشكلة في إيه وهعملها لكم، والمحاضرة الجاية إن شاء الله أشرح.
بس هو عامة طريقة عمل الأدوانة سهلة جدا، هو بس مجرد إن أنت بتكتب الاسم وتختار القالب، هي كده اتعملت. تمام؟ طيب يا جماعة، هو المفروض إنه إحنا المدونات طبعا كل واحد فيكم هيعمل المدونة المناسبة ليه. هي الطريقة بتاعتها سهلة، هو مجرد بس إن أنت تختار الاسم، خلاص أنت كده أنشأت المدونة. هو بس في بعد الإنشاء بتبدأ بقى تعمل التفاصيل اللي أنت عايز تعملها في المدونة بتاعتك، إن أنت تحدد الصفحات اللي أنت هتعملها. لا، المشكلة إنه عندي العنوان زي ما هو ما بيتمسحش، اسم النموذج نفسه هو ده عنوان المدونة، لكن اللي تحتيه اللي هو العنوان اللي هو blogspot.com هو ده اللي ما بيتمسحش، فلازم أكتبه حاجة مختلفة. أنا مدونتي اسمها زلايف جروب. تمام؟ طيب هنا أنا إن شاء الله هعملها وأعملها وهشرحها لكم المحاضرة الجاية، بس هي طريقتها سهلة جدا، هو إنك تكتب اسم النموذج وهو دوت اسم المدونة، ده اللي هيكون اسم المدونة وعلى أساسه تمام؟ عشان انا عامله اسم المدونه بتاعتي باسم الفريق. ذا لايف جروب هو اسم طبعا زي اسامي الشركات، يعني مثلا في شركه عامله صفحه عامله موقع باسمها. موقع باسمها يعني ايه؟ يعني مثلا شركه ناسا للاجهزه، فتلاقيها عامله شركه ناسا دوت كوم، مش بيعبر عن اي منتج ولا حاجه. شركه مثلا خاصه بالهاردوير، شركه تيلي وير اسمها تيلي وير. الفكره انه مش يكون العنوان نفسه بس هو الخاص بالمشروع. انا دلوقتي عامله مدونه عامه، مش عامله مدونه متخصصه في حاجه معينه. لو انت هتعمل مدونة خاصة بنشاط معين يبقى تختار مدونة خاصة بالنشاط، اسم المدونة يكون خاص بالنشاط. اللي عنده مدونة بالفعل مش لازم يعمل مدونة جديدة. تمام؟ طيب يا جماعة، ندخل على المرحلة اللي بعدها. بعد ما بنعمل المدونة المفروض بقى نتعرف على مراحل حياة المدونة. ايه هي مراحل حياة المدونة؟ انا هفتح لكم المدونة بتاعتي علشان نبيها. طيب يا جماعة، احنا دلوقتي على المدونة اللي موجودة بالفعل. المدونة دي المفروض ان احنا هنتابع بيها مراحل حياة المدونة. يعني ايه بيها؟
وصلش فيها للمرحلة الأخيرة لازم نحافظ على المراحل الأولى من المدونة. هي الصوت بيقطع. طيب يعني طيب هو أنا بس عايزة أوريكم المدونة بتكون إزاي. إحنا هنا لو فتحنا النظرة العامة للمدونة ده يا جماعة بيكون النظرة العامة للمدونة هي الإحصائية بتاع الأيام وعدد الزوار فيها. ده الإحصائية بتاعت المدونة. ده عدد الزوار. الخط اللي طالع نازل ده عدد الزوار في كل يوم. تمام؟ ده مرات المشاهدة للصفحة. إحصائية بمرات المشاهدة للصفحة. وتحتها بيقول لك أفضل المصادر للمشاهدات في الصفحة. وهنا دي برضو التحديثات اللي بتبقى على الصفحة. يعني انت لو عامل التعليقات بإشراف، يعني مثلا حد كتب تعليق والمفروض ان انت توافق عليه عشان يظهر في المدونة، ودي عدد التعليقات المنشورة. هنا عدد مرات مشاهدة الصفحة في اليوم. ودي عدد الماركات اللي موجودة في المدونة ككل، ودول عدد الماركات اللي موجودة في الموقع اللي بالفعل شغالة احنا التعديل فيها. ودي الصفحات اللي موجودة في الموقع، عدد الصفحات اللي موجودة في الموقع. وغير هنا طبعا الاعدادات بتاعت المدونة. دي كده الاعدادات المدونة، الاسم والحاجات اللي هي خاصة بالمدونة. دي النظرة العامة للمدونة. خلينا نتكلم عن مراحل حياة المدونة. طيب احنا لو بنتكلم عن مراحل حياة المدونة، احنا عندنا في مراحل حياة المدونة في خمس مراحل المفروض انه انا ابدأ اشارك فيها، انزل مشاركات. المرحلة الاولى اللي هي البلاي، نبدأ لعبة بقى في المدونة. مرحلة البلاي، اللعبة بتاع المدونة بيكون ازاي؟ اللي هو اول حاجة ان احنا ننزل فيها مشاركات. يعني بوست. زي كده على الفئات المدونة ان انت تنزل بوست على المدونة. مشكلة في النت النهاردة. طبعا انتوا عارفين انه في ضغط على النت عالي ده، يعني كده كويس. هاي يا جماعة الصوت كده كويس. ها تمام كده يا جماعة. تمام كده. طيب يا جماعة هو كده الصوت كويس وانا شايفة ان هو متظبط عندي.
طيب احنا قلنا ايه هي مراحل المدونة؟ اول مرحلة من مراحل المدونة مرحلة البلاي، ننزل بوست في المدونة، ننزل مشاركة في المدونة. المشاركة دي مش ينفع ننزلها وبس، لا احنا ننزلها ونعمل لها تسويق. يعني ايه نعمل لها تسويق؟ مراحل حياة المدونة، انا بتكلم على مراحل حياة المدونة. اول مرحلة في حياة المدونة بعد ما انشأناها هي مرحلة البلاي، ان احنا نبدأ اللعب في المدونة. ازاي؟ ان احنا نبدأ ننزل فيها مشاركات. المشاركات دي علشان نتابعها لازم نسوق لها، لازم رابط المدونة ننشره في أكتر مكان من مكان لتقل المدونة نفسها قبل ما يكون تسويق للمنتج اللي عليها أو المشاركة اللي عليها. لازم يكون فيه نسبة زوار للمدونة. طيب بنسوق لها ازاي؟ بنسوق لها، احنا أخدنا الفيسبوك اتعلمنا ازاي نسوق على الفيسبوك، وده كان أول حاجة بالنسبة لنا. يبقى رابط المدونة ننشره على الفيسبوك سواء في الصفحة بتاعتنا أو في الجروبات اللي احنا مشتركين فيها، وبكده الناس هتيجي من الجروبات والصفحات اللي موجودة على الفيسبوك تدخل على المدونة بتاعتنا. دي أول طريقة من طرق إشهار المدونة. طبعا عندنا طرق تانية زي تويتر واحنا لسه مش خدناها، زي لينكد إن برضو لسه مش خدناها، زي اليوتيوب لسه مش خدناها. دي كلها طرق بناخدها بالترتيب. بس احنا دلوقتي شغالين في المدونة، هنسوق لها على الفيسبوك، وده اكتر طرق من طرق التسويق. يبقى اول حاجة هي ايه؟ اول مرحلة عندنا هي مرحلة البلاي، وهو اننا نعمل مشاركة. طيب احنا بعد ما لعبنا وبدأنا نعمل مشاركات ونلعب في المدونة ونقلب فيها، بيجي بقى مرحلة الفيدباك. يعني ايه فيدباك؟ الفيدباك اللي هو الإشعارات اللي بتجيلنا بعد ما عملنا المدونات. زي ما انتم شايفين كده الشخص اللي قاعد مزبهل ده، المدونة بتاعته بعد ما نزل عليها البوست او عمل عليها مشاركة. الفيدباك بيبقى عبارة عن حاجات كتير، عبارة عن التعليقات اللي بتيجي على المشاركة. التعليقات دي سواء بتكون تعليقات إيجابية أو تعليقات سلبية، فأنت في كلتا الحالتين بتهتم بيها وبترد عليها. تمام؟ الفيدباك يا جماعة هو الردود اللي بتيجي على المدونة، ده الفيدباك. تمام؟ طيب الفيدباك من خلال أول مشاركة هو ده اللي بيعرفك إذا كنت أنت بتقدم حاجة كويسة ولا لأ. طيب لو انت بتقدم منتج والمنتج ده فيه بعض المميزات عبارة عن أسئلة، ده اللي انت هتلاقيه. يبقى هنا اللي هتلاقي نقد ولا تعليقات غير مفيدة من الأصدقاء ولا أي حاجة من دي. لو انت بتسوق لمنتج ونزلت أول مشاركة ليك على المدونة بتاعتك منتج، يبقى الفيدباك عليه عبارة عن ايه؟ الفيدباك بيبقى اكتر من حاجة، نسبة مشاهدة المنتج او نسبة مشاهدة الاعلان او المشاركة اللي انت نزلتها. لو نسبة المشاهدة دي عالية من اول يوم، اعرف انه اعلانك كان مكتوب بطريقة صح ولذيذة. طيب تاني حاجة، لو في تعليقات على الاعلان، لو في تعليقات على الاعلان يبقى انت في معلومات ناقصه مش كاتبها في الموضوع، وقد يكون ذلك مفيد او مضر.
يعني الحاجات اللي احنا كاتبينها، اما اللي مش كاتبينها والناس بتعلق بتسأل فيها، اما انها تكون معلومات المفروض احنا فعلا نخبيها والناس لو سألت فيها يبقى هي المفروض ان احنا ما نخبيهاش، ولو الناس سألت فيها يبقى كده ده ضرر على الاعلام بتاعنا. يعني ايه؟ يعني مثلا زي السعر، لو انت مش كاتب سعر المنتج اللي انت بتسوق له، السعر سلاح ذو حدين. لو انت كتبت السعر ممكن واحد لو عرف السعر خلاص مش هيهتم ومش مش هيسألك عن حاجة ومش هيتكلم معاك خلاص، بس السعر اللي قاعد عالي خلاص بقى مش هيتكلم في حاجة. طب لو انت مش كاتب السعر وسألك على السعر، فلما يسألك على السعر هتقول له ايه؟ هتقول له المنتج ده معاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا وهتلاقيه بس بمبلغ كذا. انت وقتها وانت بتشرح له السعر وبتقول له الامكانيات المهوله اللي مع المنتج اللي هياخده، وقتها هيقتنع بالسعر بتاعك ده، غير لما تكتب احصل على كذا مقابل كذا. هنا السعر سلاح ذو حدين. طب لو انت مثلا حاطط المنتج بتاعك وكاتب السعر وسعر مغري، كاتب سعر مثلا كاتب احصل على دورة كذا مثلا ب20 جنيه، ايه ده هو معقول في دورة؟ لا، الراجل هيقول لك لا ده العرض ده كويس اتصل منه المنتج ده. هنا عندنا السعر سلاح ذو حدين، ولازم نقيم المنتج كويس ونعرف اذا كنا نحطه ولا لا. انا ما بتكلمش هنا في السعر، لكن انا بدي لمنتج او مشاركه انت عملتها الفيدباك بتاعها، تمام؟ يبقى الفيدباك اما يكون دفعه للامام ويكون فيه حاجات ايجابيه تخلينا نستمر ونتحسن، او انه يكون فيدباك سلبي يعمل لنا دروب او يخلينا نتوقف نغير الاسلوب، تمام؟ بعد ما جالنا الفيدباك المفروض بقى في الحاجه الثالثه اللي هي الكومنت، اللي هو التواصل او الاجتماعيه او راي الناس. هنا بعد ما جالك الفيدباك بتبدا المدونه بتاعتك تتعرف من المشاهد. مجموعة من الناس أنا آسفة جدا. طيب يبقى هنا إحنا بنتكلم عن الاجتماعي. أنا بتكلم في الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة اللي هي الكونيه، اللي هو التواصل مع الناس او الجمهور. كويس، الناس عايزينها، مش بتقدم اي حاجه وخلاص، لا قدم حاجات مطلوبة. هنا ده الخاص بالتواصل، دي مرحلة التواصل. طيب بعد ما عملنا تواصل مع الناس وصلنا للمرحلة الرابعة الشهرة. طيب احنا في مرحلة الشهرة احيانا بنتعرض لمواقف سيئة. الفرق بين الانطباع والتواصل، الانطباع هو ردود الناس او حاجة تانية. الانطباع بيبقى عبارة عن اكتر من حاجة، اول حاجة نسبة المشاهدة على المشاركة، تاني حاجة
حاجه الردود على المشاركه، هنا ده الفيدباك هو الانطباع او التعليقات. انما التواصل هو ان يبقى في ناس متابعه ليك اكتر، وان انت بتكون متابع ليهم كمان متابع ردودهم. التواصل ده نوع تاني من الانطباع. التواصل في حد ذاته الانطباع جزء منه. المرحلة الرابعة اللي هي الفيم، الشهرة. تمام؟ الفيم اللي هي الشهرة. مرحلة الشهرة دي بيحصل لنا فيها مشاكل. أنا دلوقتي لما المدونة بتاعتي تشتهر أكتر وتتعرف أكتر ويبقى عليها نسبة زوار أكتر، يبقى أنا عندي مسؤولية أكبر ولازم أتابع أكتر، لازم يكون في تواصل بيني وبين الناس أكتر، أرد عليه. المشاكل اللي بتحصل في المدونة، أحيانا بيحصل في مشاكل في المدونة زي ما أنتم شايفين كده، مثلا اللي هي page not found، انه مثلا حد يخش على رابط معين يلاقي الرابط مش شغال، مثلا في مشكلة في error، يجي يكتب comment يلاقي يقول له ايه في error دلوقتي ما تقدم، مثلا ساب رسالة للادمن بتاع المدونة والادمن ما ردش عليه، تلاقي بقى كل شويه يكتب له دي ادمن رد عليا، بليزي ادمن رد عليا. حاكم تلاقي جاي لك على المدونه يجي 40 ايميل وانت ما قريتهمش. هنا دي مشكله الشهره. انت وصلت المشكله انه بقى عندك مشاكل في المدونه. طيب انت لو وصلت لانه يبقى في مشاكل في المدونه ومش قادر تتابعها، كده هتوصل للمرحلة الأخيرة وهي إنه خلاص بقى المدونة دي صلاحيتها انتهت، كده المدونة بتموت، كده المدونة وصلت للمرحلة الأخيرة. طيب إحنا عشان ما نوصلش يا جماعة للمرحلة الأخيرة، طبعاً المرحلة الرابعة دي أكيد هنمر بيها. دي حاجة عادية جدا انه المرحلة الرابعة تمر بيها المدونة. أول حاجة ان احنا نكون متابعين جيدين للمدونة بتاعتنا، إن يكون في أشخاص متابعة للمدونة. أنا قلت إن الخطوة الخامسة يا جماعة هي المرحلة الأخيرة بناء على المرحلة الرابعة، وهي إن المدونة كده في نفسها الأخير. يبقى إحنا عشان ما نوصلش إن الناس يقلوا أو ما يتابعوش المدونة بتاعتك بسبب الأخطاء اللي فيها أو عدم المتابعة، إحنا نعمل إيه؟ نتفادى الأخطاء اللي بتحصل في المرحلة الرابعة. إنه لما يجي لنا إيميلات لازم نرد عليها بشكل يومي، لما يجي لنا تعليقات على المدونة لازم نرد عليها بشكل يومي، لازم يكون في تواصل صح بيننا وبين الأشخاص اللي بتتواصل معانا على المدونة. لازم يكون في حاجات تشجيعية على المدونة. يعني ايه حاجات تشجيعية؟ يعني المدونة بتاعتنا يكون عليها عروض خاصة. ايه عروض خاصة؟ يعني مثلا انت بتسوق لمنتج معين، قول المنتج ده بسعر كذا لأول 5 مشترين مثلا، أول 5 متصلين مثلا. دي حاجات بتشجع الناس انها تتواصل معاك، انها دايما تدخل المدونة بتاعتك وتشوف ايه الجديد فيها، انها تشترك دايما معاك. تمام؟ يبقى احنا عشان ما نوصلش لمرحلة موت المدونة، يبقى احنا لازم نحل مشاكل المرحلة الرابعة.
نقدم حاجات جديدة، نقدم عروض خاصة، نتابع الردود، نتابع الإيميلات والرد عليها. كل حاجة في المدونة محتاجة تظبيط مظبط. تمام يا جماعة، احنا كده خدنا مراحل المدونة. اوكي، في اي مشكلة بالنسبة لمراحل المدونة؟ طيب هستأذنكم بس انه احنا ناخد بريك 10 دقايق ونرجع نكمل مع بعض في عقل المدونة. المفروض انه باقي كمان ساعة. تمام، احنا هناخد دلوقتي بريك 10 دقايق وهنرجع نكمل كمان ساعة مع بعض. 10 دقايق ترتاحوا فيها شوية لان انتوا خدتوا حاجات كتير ودسنا علشان نقدر نكمل، وهنتابع مع بعض نشوف عقل المدونة في الجزء التاني من المحاضرة. طيب هنتكلم ونتابع مع بعض. المدونة دي زي الإنسان بالظبط، ليها عقل. إيه هو بقى عقل المدونة؟ عقل المدونة ده فيه حاجات كتيرة جدا، كده زي ما عقل الإنسان متقسم لحاجات كتيرة جدا. إيه هي الحاجات اللي متقسمة في عقل المدونة؟ لها هرد عليكي بعد ما أخلص بس شرح اللي أنا بشرحه. بعدين يا جماعة أي حاجة خاصة بالعملي الخاص بالمحاضرات اللي فاتت الشات الجماعي عندكم على الفيس، وأي حد ممكن يسألني على أي حاجة هو عايزها. تمام؟ طيب نتكلم مع بعض بقى عن عقل المدونة. عقل المدونة عندنا بيحتوي على مجموعة من الحاجات. الحاجات دي لازم نهتم بيها جدا. بيحتوي على ايه؟ اول حاجة وفي المقام الاول محتوى المدونة. اول حاجة عندنا محتوى المدونة. تاني حاجة الرابط المميز للمدونة، ان احنا نكون عاملين رابط مميز للمدونة. تالت حاجة الجرافيك الموجود في المدونة. ايه هو الجرافيك الموجود في المدونة؟ الصور الخاصة بالمدونة. الصور دي لازم تكون مميزة وتكون مش واخدينها من على النت وحاطينها. لا، احنا قلنا الحاجة المهمة في اول عقل المدونة، اهم حاجة في المدونة محتوى المدونة. تمام، دي اول حاجة عندنا محتوى المدونة. تاني حاجة عندنا، دي اول حاجة محتوى المدونة. تاني حاجة عندنا البرفكت ريل بتاع المدونة، اللي هو اللينك بتاع المدونة او الرابط بتاع المدونة. يعني يكون رابط رابط بيعبر عن محتوى المدونة. عنوان المدونة يا جماعة لازم يكون بيعبر عن محتوى المدونة، ده في حالة لو بنعمل مدونة متخصصة. تمام، لو بنعمل مدونة متخصصة يبقى لازم العنوان بيعبر عن التخصص. عاملين مدونة عن الفوتبول يبقى عنوان المدونة يكون فوتبول. لو عاملين مدونة شاملة بشيء او خاصة بشيء، مثلا المدونة اللي انا عاملاها شخصيا اسمها ذا لايف جروب. ذا لايف جروب هو اسم جروب التسويق اللي بيسوق للمنتجات الموجودة في المدونة. تمام، وكلمة اصلا كلمة ذا لايف جروب لو انتوا دورتوا في السيرش او على المواقع اللي انا بدالكم هتلاقوا كلمة ذا لايف جروب في حد ذاتها كلمة تسويقية، كلمة عاملة في التسويق عدد كبير جدا من البحث. طيب تعالوا نشوف بعد كده ايه الحاجة اللي في عقل المدونة. ايه هو عقل المدونة السليم اللي بيجيب لنا ارباح؟
يبقى احنا قلنا المحتوى، بعد كده رابط المدونة لازم يكون مميز، ما يكونش رابط تقليد لرابط تاني. ثالث حاجة الجرافيك بتاع المدونة. ايه هو الجرافيك بتاع المدونة؟ الجرافيك عندنا في المدونة حاجتين، اما الصور اللي احنا بنحطها مع محتوى المدونة، المشاركات اللي في المدونة، او الخلفية. لو انتوا دلوقتي فتحتوا المدونة بتاعتي، ثواني ابعت لكم الرابط، ياريت كلنا نفتح الرابط ده ونتابع. فتحنا الرابط اللي انا اديته لكم وبصينا احتوى المدونة، هنلاقي الجرافيك بتاع المدونة فيها عندكم كده على ايديكم الشمال فوق كلمة ذا لايف جروب كشعار. لا ده مش تسويق يا احمد، ده تطبيق عملي. وبعدين المدونة طبيعي انه اي حد بياخدها. طيب نفتح المدونة مع بعض ونطبق عليها عملي، نشوف المدونة دي عقلها موجود سليم ولا عندها خلل. طيب نفتح المدونة مع بعض. اول حاجة عندنا في المدونة قلنا محتوى المدونة بلوك كونتين. لو شفنا محتوى المدونة، المحتوى اللي في المدونة كله مكتوب شخصي. محتوى المدونة ما هواش محتوى متاخد كوبي من اي مكان تاني، ما هواش محتوى متعدل عليه، لا ده محتوى مكتوب، ده تدوين، ده اسمه تدوين. تدوين يعني شخص كتبه. تمام؟ لو انتوا فاتح معاكم اول محتوى موجود في المدونة، او فتحتوا اي حاجة موجودة في المحتوى عبارة عن حد كتبه، ما هواش متاخد كوبي من مكان، لانه تسويق لمنتجات. تمام؟ تاني حاجة الرابط بتاع المدونة، قلنا انه يكون بيرفكت، يعني رابط مميز. وفعلا رابط المدونة في حد ذاته هو رابط بيعبر عن طبيعة المدونة. انا دي مدونة تسويقية بتسوق لمنتجات شركات واكاديميات وخدمات. رابط المدونة بيعبر عن محتوى المدونة. رابط المدونة اسمه The Life Group، معناها اسم المدونة دي، ومن الاسم هنفهم ان دي مجموعة بتعبر عن حاجة. ايه هي بقى الحاجة؟ بيبقى في وصف المدونة. وصف المدونة ده اللي هو فين؟ انتوا لو بصيتوا كده على الجنب اليمين فوق تحت كلمة The Life Group هتلاقوا مكتوب The Life Group for e-marketing servers. The Life Group for e-marketing servers. شايفينها؟ تمام. ده اسم وصف المدونة. يبقى هنا مجرد ما فتحت المدونة شفت الوصف عرفت هي بتتكلم عن ايه. تمام يا جماعة؟ طيب. ده اللي هو وصف المدونة. وصف المدونة اللي هو about page، الجزء الخاص بأبوت بيج، الصفحة دي بتتكلم عن ايه؟ اللي هو بمجرد ما افتح المدونة اعرف انها بتتكلم عن ايه؟ ده الجزء الخاص بأبوت بيج. طيب. غير الأباوت بيج عندنا اللي هو شير ماي كونتين، اللي هو مشاركة المحتوى. طيب مشاركة المحتوى لو نزلنا كده تحت خالص عند الموجود قصادكم بتلاقوا فيه أكتر من علامة الفين، التويتر، علامة جوجل بلس، شايفينها؟ هو بس الموضوع اللي انتوا واقفين فيه طويل شوية، مليان صور كتير، عشان كده بنزلوا كتير لتحت. ها متابعين معايا في المدونة ولا مش متابعين؟ انا بتكلم على الجزء الخاص بالشير، الشير بتاع
المحتوى او الشير بتاع المشاركه اللي احنا عاملينها. طيب يا جماعه نركز مع بعض تاني. اول حاجه اتكلمنا عليها البلوج كونتين، محتوى المدونه، انا بعت رابط المدونه، ده الرابط تاني للي ما شافش الرابط وما دخلش عليه. يا ريت نفتح الرابط ده كلنا يا جماعة عشان نطبق عليه الكلام اللي أنا بقوله عن عقل المدونة، عشان نعرف إذا كانت المدونة دي عقليا سليمة ولا لأ. هنعرف إزاي يا شيماء نعمل المحتوى. طيب إحنا أول حاجة قلناها اللي هو محتوى المدونة، أنتوا وثقوا فيه إعلان خاص بمجموعة من الأجهزة، هي عبارة عن خرطوشة أحبار. المحتوى في حد ذاته ده عبارة عن مواصفات المنتج وصور ليه، يبقى انتوا وثقوا الحاجتين المحتوى والجرافيك. تمام، وثقوا المحتوى والجرافيك. المحتوى والجرافيك الاتنين مع بعض بيسوقوا للمشاركة أو بيسوقوا للمنتج، لأن عادة يا جماعة المحتوى بتاع الصفحة إما يكون محتوى نص فقط أو صور فقط أو فيديو، أو لو التلاتة مع بعض يبقى أنت المدونة بتاعتك ممتازة كده، أرشفتها في جوجل هتبقى ممتازة جدا. تمام، طيب إحنا اتكلمنا عن المحتوى وقصادكم المحتوى. المحتوى لازم يكون محتوى تدوين، مش واخدينه كوبي من مكان او واخدينه من مكان تاني ومعدلين عليه. ارجو انه احنا نقرا عن حاجات كتير ونبدا نكتب بنفسنا، يبقى ده المحتوى لازم يكون محتوى فريد من نوعه. تمام، تاني حاجه الجرافيك. الجرافيك لو احنا بنتكلم عن منتج، المنتج ده منتج ممكن نكتب على الصورة إنها بتعبر عن منتجنا. تمام، لو إحنا كتبنا على الصورة ممكن الصورة تبقى خاصة بينا، صورة مميزة. ويا ريت يا جماعة لما نيجي نحمل صورة على المدونة نبقى كاتبين اسم الصورة على الجهاز بنوع المنتج. يعني مثلا انتوا قصدكوا في الموضوع اللي قصدكوا ده في صور اللي هي خرطوشة حبارات، خرطوشة أحبار طبقات، فكل خرطوشة من دول ليها اسم، فأنا عشان أرفعها وعشان جوجل يفهرسها صح يبقى لازم أرفعها باسمها. أكتب مثلا خرطوشة سامسونج، خرطوشة كانون، كده الأسماء بتاعة الصورة مهمة جدا في الفهرسة. تمام؟ طيب نتكلم عن، قلنا اتكلمنا عن الاباوت بتاع الصفحه. ايه هو الاباوت بتاع الصفحه؟ قلت لكم ان انتوا عندكم طبعا في الجرافيك قلت الشعار بتاع الصفحه اللي هو موجود على ايدك الشمال، ده كمان من اهميته الجرافيك. الاباوت بتاع الصفحه هو الوصف اللي مكتوب تحت اسم الصفحه، اسم المدونه. يعني اسم المدونة هتلاقيه على ايدك اليمين مكتوب The Life Group، تحتها The Life Group for E-Market Service، The Life Group لخدمات التسويق الالكتروني. طيب ده الأباوت بتاع الصفحة. الأباوت بتاع الصفحة لازم تكتبه حاجة كده كلمتين ويكون بيعبر عن المنتج بتاعنا. تمام يا جماعة؟ طيب أنا بمجرد ما أشوف الأباوت بتاع الصفحة هفهم الصفحة دي بتتكلم عن إيه. خلاص أنا شفته فعرفت إن الصفحة دي بتتكلم عن التسويق، بتسوق لحاجة معينة. طيب إيه كمان مهم عندنا في الصفحة؟ المهم عندنا في الصفحة السيمز بتاع الصفحة، الفورمة بتاعت الصفحة. يعني إيه السيمز بتاع الصفحة؟ السيمز بتاع الصفحة هو الشكل الإجمالي بتاع الصفحة.
زي كده عندك على الموبايل بيقول لك السين بتاع الموبايل، السين بتاع الموبايل اللي هو الاعدادات بتاعة الموبايل، اللي هو شكل الصفحات تمام، الخلفية بتاعة الموبايل. احنا لو بصينا للصفحة هنلاقي الخلفية بتاعتها المدونة عامة، الخلفية بتاعتها مريحة للنظر. هل انت اول ما دخلت المدونة حسيت انه الالوان عليك زغللت او الالوان غامقة لدرجة انك اكتئبت منها؟ تمام، الالوان هاديه. مظبوط يا محمد، الالوان هاديه. ليه الالوان هاديه يا جماعه؟ احنا بنختار الوان هاديه مريحه للعين. تنسيق الالوان المريحه للعين ده نوع من انواع التسويق. لانه العين هي اول حاجه بتشتري يا جماعه، عينينا هي اللي بتشتري، مش فكرنا ولا قرايتنا، لكن عينينا هي اللي بتشتري. انا لو دخلت موقع لقيت اول ما فتحت الموقع الخلفيه سودا، ايه ده؟ عينيا حسيت باكتئاب. لو دخلت موقع لقيت الخلفيه فاقعه قوي، لون مثلا الالوان الفاقعه دي زي الفوشيا الاحمر، الاخضر الفاقع، لا بدات احس انه في حاجه زغللت في عينيا، يبقى انا كده مش مرتاحه. الانطباع الاول عن الموقع يا جماعه او المدونه، انا كان اللي انا بقوله ده للموقع وللمدونه، يعني انا ما بتكلمش على الموقع بس على المدونه بس، لا انا بتكلم على الموقع والمدونه. تمام، احنا الانطباع الاول عن المدونه لازم يكون للشخص اللي داخل المدونه كويس، لانه لو انطباعه الاول وحش مجرد ما انه يبص في المدونه ومش مرتاح نفسيا، وعينيه مش مرتاحه هيسيب المدونه ويطلع ومش هيبص للي فيه. تمام تمام كده. طيب احنا قلنا ده اللي هو الستايل بتاع المدونه، ده هو ايه؟ القوالب بتاعت المدونه. يعني انتوا مثلا لو بصيتوا للستايل اللي عندكم او القالب اللي انا عامله بيه المدونه، ده قالب بسيط ولونه هادي. احنا بنختار قالب مناسب لشغلنا. القوالب طبعا عندك كتيره ومختلفه، انت بتختار القالب المناسب لشغلك، القالب اللي تحس انه بيعبر عن مدونتك. انا عشان المدونه بتاعتي مش مخصصه في حاجه معينه، وهي متخصصه في الاعلانات، فالاعلانات مسموح فيها اي لون، بس طبعا اي لون بعيدا عن الالوان الزاهيه قوي والالوان الغامقه قوي. فانا عشان كده المدونه بتاعتي الوانها هاديه مريحه للنظر في اي حاله. تمام، انت برضو في قوالب كتير للمدونه، انت ممكن ترفع قالب، ممكن تدوروا على النت عن قوالب مدونات، في قوالب جاهزه المفروض بتنزلها على الجهاز وبترفعها. فانا طبعا في شرح الفيديو الخاص بالمدونه ان شاء الله المحاضره الجايه هجيبه لكم، شرح الفيديو هعرفك ازاي تركب قالب للمدونه مثلا معمول. تمام، يبقى احنا عندنا برضو قوالب المدونه من الحاجات المهمه جدا. طيب لو احنا عندنا حاجه كمان، في قوالب انجليزي وفي قوالب عربي. طيب عندنا كمان الاس اي او بتاع المدونه، السيرش انجن اوبتمايزيشن، ده اللي هو تهيئه المدونه لمحركات البحث. لازم عندنا يا جماعه تهيئه المدونه لمحركات البحث تكون حاجة مميزة. لازم الـ SEO بتاع المدونة أو الموقع يكون حاجة مميزة جدا تميز المدونة، تقدر ترفع من الرات بتاع المدونة أو الترتيب بتاع المدونة في محركات طب إحنا لو عندنا كل الحاجات دي،
يبقى كده ناقصنا اللي هو ايه؟ bring more traffic، ان احنا نجلب او نجذب مزيد من الزوار، يكون عندنا ترافيك عالي عن المدونة بتاعتنا. ازاي نجيب الترافيك العالي؟ لو المدونة بتاعتنا فيها كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها يبقى دي مدونة سليمة، تقدر بيها تجيب ترافيك عالي بالتسويق طبعا للمدونة، غير انه محتوى المدونة بيسوق لها، انه عقل المدونة علشان يكون سليم ومفهوش اي خلل لازم يكون في كل الحاجات اللي احنا قلناها، في محتوى كويس، في السيمز بتاع المدونة سيمز مناسب، التمبل اللي هو القالب بتاع المدونة يكون مناسب، الرابط بتاع المدونة يكون مناسب، الابارد بتاع المدونة اللي هو وصف المدونة كمان يكون معروف وواضح ومكتوب، الـ SEO بتاع المدونة يكون معروف، يكون متطبق صح، نقدر نجذب زوار أكتر على المدونة، ومن خلالها هنقدر نشترك في جوجل أدسنس ونكسب الفلوس. طيب ده عقل المدونة، لو إحنا عملنا عقل المدونة ده معناها إن إحنا عاملين مدونة كفء، مدونة نقدر بيها نكسب فلوس وفي نفس الوقت نعمل بيها صفقات. يعني ايه نكسب فلوس؟ احنا ممكن نكسب بيها فلوس لو احنا عاملين فيها محتوى كويس، نشترك بيها في جوجل ادسنس اللي هو بينزل لنا اعلانات في المدونة بتاعتنا. انتوا لو بصيتوا في المدونة بتاعتي هتلاقوا فيها اعلانات، في اعلان كده على الجنب اليمين، وهتلاقوا في اعلان تحت المشاركة. لا هو مش كوكاكولا بس يا ايمان، هو اعلانات مختلفة حسب الصفحة. يعني انتوا لو قلبتوا في صفحات المدونة هتلاقوا الاعلانات مختلفة، الاعلان حسب الصفحات. الاعلانات دي يا جماعة انا مشتركة في جوجل ادسنس، جوجل ادسنس مش بيديك اعلانات بسهولة، علشان يديك اعلانات في المدونة بتاعتك لازم يكون عندك عقل المدونة اللي انا بقول عليه ده. لو عندك عقل المدونة السليم اللي انا بقول عليه جوجل ادسنس مجرد ما تقدم فيه ايه على طول بيقبل المدونة بتاعتك، تمام، وبيديك الاعلانات دي وبيقول لك يحطها في المدونة بتاعتك ازاي. الاعلان بيبقى بحد اقصى اعلانين في الصفحة او ثلاثة حسب تصميم الصفحة، فانا تصميم الصفحة عندي بيقبل اعلانين، اعلان في الجنب واعلان تحت المشاركة، تمام. طيب احنا كده عرفنا ايه هو عقل المدونة. طيب تعالوا نعرف ازاي نعمل SEO صح للمدونة بتاعتنا، السيرش انجن اوبتمايزيشن ازاي نعمله. عندنا يا جماعة أهم حاجة في حاجتين، على فكرة ده تصميم المدونة مش محترفين ولا حاجة، تصميم المدونة ده مبتدئين، وعلى فكرة المدونة دي أنا لسه عاملاها من كام شهر بس، وده مش تصميم خارجي، ده تصميم قالب من القوالب الموجودة في المدونة نفسها، ما هوش تصميم، بس هو الفكرة انه ازاي انت تنظم المدونة بتاعتك وتطلعها بالشكل المطلوب. هو بيديك التصميم وانت بترتبه بالشكل اللي انت عايزه. التنسيق يا جماعة هنا ده تنسيق القالب، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي نظبط الـ SEO للمدونة بتاعتنا. احنا عندنا الكلمات المفتاحية الخاصة بالمدونة. الكلمات المفتاحية ايه هي؟ احنا زي ما قلنا انه الكلمات المفتاحية
هي الكلمات اللي على أساسها بيتبني الموقع بتاعنا، هي الكلمات اللي بتحدد محتوى الموقع بتاعنا بالنسبة لمحركات البحث المختلفة. يعني إيه برضو؟ نتكلم كده بالبلدي شوية. دلوقتي أنا المدونة بتاعتي دي اللي قصادكم، يعني إحنا هنتكلم تطبيق فعلي. المدونة اللي عندكم دي موجود فيها مجموعة من الصفحات، انتوا كده هتلاقوا سيادة وصفحة باسم كورسات يعني، وصفحة باسم كومبانيز شركات، تمام، وصفحة باسم شركة معينة، وصفحة باسم مقالات. كويس. طيب لو انا المدونة بتاعتي دي فيها كورسات تسويق الكتروني، لو حد عمل سيرش عن كورس تسويق الكتروني ممكن يلاقيها بتظهر في محركات البحث. فيها مثلا منحه البي ام بي الخاصه بالمهندسين، لو حد كتب في جوجل منحه البي ام بي، بس بي ام بي يكتبها بالانجليزي طبعا، تمام، او منحه السي ام اي. الفكره انه الكلمات اللي موجوده في المدونه لازم تظهر المدونه في محركات البحث. طيب احنا عندنا الكلمات المفتاحيه نوعين، الكلمات المفتاحيه اللي هي الكلمات يعني اللي الناس بتعمل سيرش بيها، تمام، احنا عندنا نوعين من الكلمات المفتاحيه، عندنا الميني كيوردز اللي هي الكلمات المفتاحيه الاساسيه، اللي هي بتكون في ايه بقى، اللي هي بتكون عنوان الموقع نفسه بالاضافه لرابط الموقع. انتوا عارفين ايه هو رابط الموقع؟ الموقع اللي انا اديته لكم اللي هو thelifegroup.blogspot.com. يعني لو حد بيعمل سيرش بكلمة The Life او كلمة جروب المفروض ان دي تظهر في محركات البحث، بس طبعا دي في حالة ارشفتها لما تكون قديمة، لكن انا بقول لكم ان المدونة دي ما بقالهاش شهرين لسه، المفروض انه الارشفة بتتم كل 3 شهور في جوجل، لسه ما طمش عليها 3 شهور، لكن ده ما يمنعش انها تظهر في محركات البحث معينة، تمام؟ طيب ايه هو بقى عنوان الصفحة؟ عنوان الصفحة يا جماعة اللي هو ايه؟ عنوان الصفحة اللي هو كلمة The Life Group اللي هي مكتوبة عندكم، لو بصيتوا كده في المدونة اللي هي مكتوبة عندكم في أول صفحة فوق خالص كده كلمة The Life Group وتحتها الوصف بتاع المدونة، تمام؟ يبقى قلنا الكلمات، طبعا الوصف او العنوان ممكن يكون بالعربي بس انا افضل انه يكون بالانجليزي، بس ما فيش مشكله انه يكون بالعربي، لو الكلمه بالعربي عليها بحث كبير ممكن نكتبها يا نوع بالعربي، تمام. منحة البي ام بي بتظهر المدونة في محركات البحث الأولى بالفعل. طيب يا جماعة احنا بنتكلم عن الكلمات الرئيسية، الكلمات المفتاحية الرئيسية اللي هي المينيم كيبورد، الكلمات دي بتكون موجودة في العنوان زائد الرابط، عنوان الموقع والرابط بتاع الموقع، قلنا عنوان الموقع اللي هو اسم الموقع The Life Group، رابط الموقع اللي هو The Life Group dot spot blogspot dot com. طيب دي كده اللي هي الكلمات المفتاحية الرئيسية، اللي هي الكلمات المفتاحية الفرعية.
اللي هي فرعية من الجملة الرئيسية وبتبقى أفرع في محتوى الموضوع. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه كلمات مفتاحية فرعية؟ إحنا عرفنا الرئيسية اللي هي في العنوان وفي الرابط. الكلمات المفتاحية الفرعية هي الكلمات اللي موجودة في المحتوى، زي ما أنا كنت بقول من شوية إنه لو عملت سيرش زي ما قلت كده بالبي إم بي تظهر في محركات البحث. طب هل البي إم بي هي كلمة مفتاحية؟ أيوة طبعا يا جماعة، كلمة مفتاحية بس فرعية. يعني ايه فرعية؟ يعني دي ليها محتوى خاص بيها، دي اعلان موجود في الموقع، يعني محتوى، يعني مشاركة خاصة في الموقع. المشاركة دي مكتوب فيها كلمة بي ام بي كعنوان للمشاركة. عنوان المشاركة يا جماعة ده كلمة فرعية. العناوين اللي موجودة في المشاركة دي كلمة فرعية، تمام؟ يبقى هي دي الكلمات الفرعية، الحاجات اللي احنا نقدر عن طريقها نعمل بحث ونوصل للمشاركة، دي اسمها كلمات فرعية. هي كلمات مختصرة بس بتعبر عن الموضوع. يعني مثلا انا اسم المشاركة منحة البي ام بي، تمام؟ كلمة البي ام بي هي في حد ذاتها هي كلمة مفتاحية فرعية طبعا، لأنها عنوان المشاركة. طيب احنا لو دخلنا بقى في الموضوع نفسه وقريناه هنلاقي ان البي ام بي خاصة بمين؟ بالمهندسين. لو احنا عملنا سيرش بكلمة مهندسين ممكن تطلع لنا منحة البي ام بي خاصة بالـ HR. لو عملنا سيرش بالـ HR ممكن تطلع لنا منحة الـ BMB. يعني الكلمات دي خاصة بيها، هي دي الفكرة. أيوة بروجكت مانجر، لا بروجكت مانجمنت بروفيشنال، مظبوط، اللي هي منحة الـ BMB. إحنا كده عندنا الكلمات الرئيسية المفتاحية الرئيسية والكلمات المفتاحية الفرعية، حاجات مهمة وأساسية. طيب بالنسبة يا جماعة للكلمات المفتاحية الفرعية، بيسمح لك جوجل بإضافة كلمات مفتاحية فرعية بعدد معين في الموضوع. الموضوع ممكن يحتوي على 10 مرات تكرار للكلمة الفرعية، والعشر مرات دول بيسمحوا لظهور الكلمة في محركات البحث. يعني مثلا عندك مشاركة باسم برنامج مبيعات، لو انت بتكتب مواصفات برنامج المبيعات تقعد في كل شوية تكتب ايه؟ برنامج مبيعات يتميز به، برنامج مبيعات يقدم، برنامج مبيعات يخدم، برنامج مبيعات يدعم، برنامج مبيعات يتصف، برنامج مبيعات يتصف. كل الحاجات دي انت بتكرر كلمة برنامج مبيعات اللي هي عنوان الموضوع، بتكررها في وسط الموضوع فبتظهر الموضوع في محركات البحث، تمام؟ يبقى انت عندك الكلمة الفرعية او كلمات المفتاحية الفرعية لو انت كررتها في وسط الموضوع اكتر من مرة، بس بحيث ان انت تكررها على الفاضي، تقعد تكتب برنامج مبيعات برنامج مبيعات، لا انا قصدي كررها في جمل مفيدة. قلت كده انه ممكن تلاقوا الموضوع الخاص ببرنامج مبيعات ده هو موجود عندكم في المدونة. ثانية واحدة عشان بس انا حابة ان انتوا تشوفوا الموضوع عامل ايه. يا ريت تفتحوا كلكم الرابط ده وتبصوا معايا كده عليه. أول ما تفتحوا الرابط بصوا لعنوان الرابط. الرابط أنا اسم البرنامج إيه؟ اسمه برنامج كنترول للمبيعات والمشتريات. بصوا كده في الرابط هتلاقوا سيلز، يعني مبيعات باللغة الإنجليزية، تمام؟
هنا كده احنا عملنا كلمة مفتاحية رئيسية في عنوان الرابط، مظبوط؟ ادي ده التطبيق يا جماعة، انه انت صفحات الموقع بتاعك او المدونة لازم يكون ليها رابط متخصص، بتختار كلمة وانت بتنشئ المشاركة، المفروض ان هو بيقول لك انت عايز رابط متخصص ولا عايز رابط عادي، هو اللي ينشئ لك اسم الرابط. فاحنا بنعمل رابط متخصص، بنكتب اسمه زي ما انتم شايفين كده في الرابط، لما تفتحوا الرابط بتلاقوا اسمه سيلز، انا كاتباه اسمه سيلز، تمام؟ اسمه سيلز ليه؟ سيلز لان ده برنامج مبيعات، وبرنامج مبيعات مبيعات باللغه الانجليزيه يعني سيلز. وهنا عندك في جوجل ميزه حلوه قوي، انت لما تكون بتعمل بحث عن كلمه باللغه العربيه وفي حاجه تخصها بالانجليزيه بيجيبها لك. يعني انا لو كتبت بحث عن كلمه برنامج مبيعات هتلاقي صفحات كتير طالعه باسم الصفحه نفسها باسم كلمه سيلز، وتلاقي كلمه مبيعات في عنوان الرابط الفرعي، كلمه سيلز في الرابط نفسه يا عصام، سيلز يا جماعه موجوده في الرابط نفسه اللي انا اديتهولكوا تفتحوه، بصوا على الرابط نفسه هتلاقوا كلمه سيلز. تمام؟ طيب احنا لو بصينا بقى للموضوع، اول حاجة عندك في الموضوع هي اسم العنوان بتاع الموضوع. احنا قلنا انه الرابط الرئيسي لازم يكون فيه كلمة مفتاحية، الكلمة المفتاحية هي سيلز. طب تعالوا نشوف العنوان الفرعي. العنوان الفرعي يعتبر الوصف بتاع البرنامج. العنوان الفرعي اللي هو الرئيسي بالنسبة للمشاركة يعني اسمه ايه؟ مكتوب عندنا هنا يعني كده برنامج كنترول دي، وبعدين مشتريات. الشرطة الواقفة دي يا جماعة حاجة تانية اللي احنا خدناها المحاضرة اللي فاتت في الإعلام بتاعنا، بنكتب علامات التنصيص اللي هو علامات الترقيم، سوري علامات الترقيم زي اللي هو بين النقطتين او الفاصله او القوسين، دي الحاجات دي، تمام؟ احنا هنا بنعمل شرطه واقفه عامله زي الالف. ليه؟ لان جوجل الشرطه دي بتساعد على الارشفه دي. تمام؟ بنعملها ازاي يا جماعه؟ شايفين حرف الزال اللي موجود عندكم جنب كلمة انتر؟ ها كلكم شايفينه؟ حرف الزال ده عليه شرطة مايلة كده شمال، وعليه نقطتين واقفين فوق بعض، شرطتين واقفين فوق بعض، ده حرف الزال، تمام؟ ده احنا مش بنستخدمه في الكتابة، بس بنستخدمه ان احنا نعمل بيه الشرطة الواقفة. بنضغط على كلمة شيفت والزال اللي فوقيها بيعمل لنا الشرطة الواقفة زي دي كده، تمام؟ الشرطة دي يا جماعة لو كتبناها جنب الكلمة المفتاحية اللي احنا اللي الناس بتعمل بيها سيرش في جوجل بيظهر لنا الإعلان بتاعنا في الصفحات الأولى، تمام؟ ايوه يا جماعه هي جنب السهم، تمام. لا يا محمد مش الزال اللي هي فوق عند الاسكيب، الزال يا جماعه حرف الزال اللي احنا مش بنستخدمه في الكتاب، نكتب باللغه العربيه، نخلي اللغه لغه عربيه، وبنضغط كلمه شيفت والزال اللي فوق الشيفت، هي الزال اللي موجوده فوق الشيفت يا جماعه، لا الزال اللي جنب حرف الطاء مش الظا، ايوه هي دي، برافو عليكم، تمام يا جماعه، في زال جنب حرف الطاء، لا الزال اللي موجوده جنب حرف الطاء،
تمام؟ لا انا ما بقولش حرف الطه يا مرهان. في حرف الزال يا جماعة احنا مش بنستخدمه في الكتابة، موجود جنب زرار انتر اللي هو عليه السهم، تمام؟ اهو اغلبنا عارف مكانها. طيب بنضغط حرف، بنضغط شيفت وحرف الزال فوق الشيفت على طول يا جماعة، بنضغط شيفت وحرف الزال اللي فوق الشيفت على طول، تمام؟ دي فائدتها انها بتساعد على ارشفة الموضوع اللي احنا كاتبينه واظهاره في صفحات صفحات جوجل الاولى. ايوه تمام، هو الحرف ده، بس احنا بنخلي اللغة العربية ونضغط شيفت زائد، بنكتبها جنب الكلمة المفتاحية في العنوان بتاعنا، بنكتبها في العنوان يا جماعة لانها بتساعد على ارشفة العناوين. طيب تعالوا بقى نكمل الموضوع بتاعنا. احنا لو بصينا كده مع بعض في المدونة، نبص كده في المدونة هنلاقي كلمة برنامج مبيعات ومشتريات معمولة باللون الأحمر في أول سطر، لو وقفتوا عليها هتلاقوا تحتها رابط، هتلاقيها رابط مهياش كلمة عادية، هايبر لينك. دي حاجة اسمها اللي هو الانشو انشور تكست. يعني ايه الانشور تكست؟ اللي هو بنعمل رابط مختفي تحت كلمة مفتاحية، والكلمة المفتاحية عندنا هنا هي برنامج مبيعات، تمام؟ لا ده رابط خلفي، دي اسمها روابط خلفية. هي بتتعمل من المشاركة نفسها، بتلاقي بيقول لك انشئ رابط في المشاركة، بتلاقي حاجة اسمها انشئ رابط، فلما بتفتحها بيقول لك اكتب هنا الاسم اللي عايز يظهر تحتيه الرابط، وبعد كده المربع الثاني بيبقى مكتوب فيه بنحط فيه الرابط، ودي هتبقى معمولة في الفيديو اللي انا هشرحه ان شاء الله، تمام؟ طيب دي اول حاجة في المشاركة، ودي برضو بتساعد على ارشفة الموضوع. طيب الحاجة التانية بقى لو بصينا لمميزات البرنامج هتلاقوا كلمة ايه؟ برنامج كنترول المبيعات والمشتريات مكررة في كل الاسطر اللي بعد كده. الكلمة دي كلمة برنامج مبيعات ومشتريات، دي كلمة مفتاحية، لما نكررها حوالي 10 مرات ده بيساعد على ارشفة الموضوع بتاعنا بظهوره في محركات البحث الاولى، تمام؟ دي نوع من انواع المشاركة اللي احنا المفروض نطبق ونعمل زيها. ايوه الكلمة اللي هي باللون الاحمر يا رهان، تمام يا جماعة؟ ده كده من ضمن الـ SEO بتاع المدونة بتاعي، تمام؟ بالنسبة للجزء ده في اي مشكلة؟ طيب يا جماعة طيب نشوف بقى الجزء المهم في المدونة بتاعتي ان شاء الله الاسبوع الجاي. اللينك فاتح يا محمد مع كل الناس. الوقت محتاج يتعدل، مفيش مشكلة يا جماعة، نظبطه نخليه على الساعة 10. الهايبر لينك ما بيفتحش. مظبوط يا جماعة، هو الهايبر لينك في حرف غلط، هو في حرف غلط، هو في دبليو دبليو فاصلة مش دوت، معمولة فاصلة مش دوت.
هو تمام. هو احنا دلوقتي ما فيش غير جزئين بس. المفروض ان شاء الله المحاضرة الجاية بتاعتنا دلوقتي وقتها خلص في الصين، فاحنا هنكمل المحاضرة الجاية شغل المدونة. هيبقى في فيديو شرح تفصيلي عن المدونة، وكمان عشان نتكلم عن المحتوى بشكل أوضح وأسرع وأكثر تفصيلا يعني. أوكي يا عصام، هشوفها إن شاء الله يا جماعة. المحاضرة الجاية هتبقى تكملة لشرح المدونة، إزاي نتعامل معاها، إزاي نعمل محتوى تسويقي، إزاي نظبط شكل المدونة والتنسيق فيه، وإزاي كمان نعمل الميتا تاج بتاع المدونة، والأهم من كده إزاي نستفيد من المدونة بتاعتنا إننا نكسب منها وإحنا قاعدين مكاننا وما بنتعبش. دي حاجة هنعرفها المحاضرة الجاية، هي إزاي المدونة بتاعتنا نشترك فيها في جوجل أدسن. طيب يا جماعة، بالنسبة للمحاضرة دي أي استفسار عن الحاجات اللي خدناها في المحاضرة؟ بالنسبة لميعاد المحاضرة الساعة 10 ما عنديش أي مشكلة، ممكن على 10 إن شاء الله الدعم الفني يغير الميعاد ونتفق عليه. بالنسبة للرابط، الرابط يا لمو، أنا كنت قصدي إن الكلمة المفتاحية حاطين عليها رابط لموقع، يبقى إحنا بنسوق للموقع بتاعنا. الموقع اللي أنا حطاه تحت الرابط هو فعلا ما فتحش لأنه الرابط فيه حاجة غلط. فإحنا إن شاء الله الرابط ده بيعبر عن ترويج للصفحة، ده نوع من أنواع الترويج. تمام يا جماعة، هو أكيد الميعاد بعد العيد هيتغير، بما إن مفيش الأسبوع الجاي فأكيد الميعاد بعد العيد إن شاء الله هيتغير. أنا مش عارفة العيد إمتى بالظبط، فلو العيد هيكون هو كده فاضل 4 محاضرات كمان. طيب يا جماعة، أي استفسار تاني؟ تمام، مفيش أي مشكلة، نكمل بعد العيد إن شاء الله. أوكي يا جماعة، بالنسبة للي عايز يتابع اللي عايز يتابع تنفيذ العملي يتابعني على الأكاونت بتاعي، أدخله معايا في الشات الجماعي. لو في حد هنا لسه ما دخلش في الشات الجماعي علشان يتابع التنفيذ العملي بتاع المحاضرات علشان ياخد الشهادة، ممكن يبقى يكلمني على الخاص. الدعم الفني ينزل لكم رابط الصفحة بتاعتي ويكلمني على الخاص، وكمان ينزل لكم رابط القناة اليوتيوب اللي عليها الفيديوهات الخاصة بالحاجات اللي أنا شرحتها في المحاضرات اللي فاتت. أي استفسار تاني يا جماعة؟ اللايكات المتوقعة ده حسب تسويقك للصفحة، مفيش توقع للايكات معينة. المفروض ان انت بتسوقي للصفحة حسب تسويقك للصفحة، لكن اللي بتسويه طول بيكون عدد اللايكات اللي ليك على الصفحة. وانا قلت طرق التسويق للصفحة، انت ممكن تحصلي 100 لايك في الصفحة في اليوم من خلال الاشتراك في المواقع التبادل. يعني انت لو قعدتي ساعة واحدة بس على الموقع ده ممكن تعملي لك 100 لايك كحاجة أدنى، ساعة واحدة بس في اليوم بتعمل 100 لايك.
ممكن طبعا ربط المدونة بالصفحة على الفيس. المحتوى بتاع الدورة موجود في الإيفنت، أو تراجعي أول محاضرة خاصة بالكورس هتلاقي فيها محتوى الدورة، لأن أول محتوى أو ملخص محتوى الكورس كله. أو إن شاء الله التسويق على المنتديات هناخده في الكورس. ده فيه كود معين لإضافة الكومنتات للمدونة على الفيس. كل الحاجات دي يا جماعة عبارة عن أكواد، والأكواد ممكن تجيبوها من على النت، لأن طبعا مش هقدر في الشكل ده، لأن ممكن تتاخد كوبي غلط فمش هينفع، فالأفضل إن أنتوا تجيبوها من على النت. ممكن أنا أقول لكم على الأكواد وأنتوا تخشوا تجيبوها من على النت. تكتبوا أكواد المدونات، كل اسم الكود اللي أنت عايزه هتلاقيه. أوكي يا جماعة، إن شاء الله المحاضرة الجاية. ده رابط الصفحة يا جماعة بتاعتي، ده رابط الأكونت، اللي عايز يدخل في الشات الجماعي يكلمني يعني. طيب إن شاء الله نتقابل المحاضرة الجاية على خير، وكل سنة وأنتم طيبين. السلام عليكم.